مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر. دايما بنقول ان بلدنا غنيه بالثروات وغنيه بالموارد وبالكنوز، وحتى كده مثل دارك كده بنقول تمسك او يمسك التراب يبقى ذهب. في شيء من الواقعيه في المثال ده، ده مجاز، جمله مجازيه او عباره مجازيه بنقولها، ولكن فعلا في تراب او في رمل حقيقي ممكن يتحول ذهب، او كمان ممكن يبقى اغلى من الذهب. ده مش جملة مجازية ولكنها دي جملة حقيقية بتتحقق على الأرض وموجودة في العالم كله. هي الرملة البيضاء، يعني التراب اللي بيتحول ذهب ده هو الرملة البيضاء. الرملة البيضاء احنا عندنا في مصر يعني كميات واحتياطات من الرملة البيضاء حدث ولا حرج، سواء اللي موجودة في سيناء أو اللي موجودة في الصحراء الغربية المصرية. احتياطات بتقدر بمئات الملايين من الأطنان، في تقديرات بتقول بالمليارات من الرمال البيضاء اللي حضراتكم شايفينها كده في الصحراء الغربية اللي هي الصحراء البيضاء. احنا يعني اصحابنا واصدقائنا اللي بيحبوا السفاري وبيحبوا الرحلات دي في الصحراء الغربية عارفين يعني ايه الصحراء البيضاء او الرملة البيضاء. اللي بيسافر بالليل مثلا على الطريق البري وبيروح مثلا الوادي الجديد والواحات البحرية يشوف مثلا في ايام زي اللي احنا فيها دي، الايام القمريه اللي فيها البدر مكتمل، لما يشوف الصحراء بالليل ينزل الساعه 11 12 بالليل كده من العربيه يلاقي بالفعل الرمله دي منوره، اللي الرمله البيضاء زيها موجود في سيناء، وعندنا مساحات كبيره جدا منها وعندنا ثروه كبيره جدا منها. ليه الرمله البيضاء دي ذهب، وليه الرمله البيضاء دي اكتر كمان من الذهب اللي هو كمان بيدخل منها الرمل الزجاجي والكوارتز والكلام ده؟ لان هي اللي بتستخدم في صناعات متطوره ومتقدمه والعالم كله قايم عليها والعالم كله بيعاني بسببها، اللي هي السيليكون، اللي هي الرقائق المعدنيه، اللي هي التشيبس اللي بتدخل في الصناعات التكنولوجيه، من اول بقى الموبايلات للتلفزيونات للعربيات لاجهزه الكمبيوتر. ليه؟ كل ده مبني على السيليكون، مبني على الرقائق الالكترونيه. طن الرمله البيضاء كمادة خام، يعني رملة يعني ما يعديش تمنه من 10 لـ20 دولار تقريبا، يعني ببلاش، يعني كلام الحياة ما يجيبش همه يعني. ولكن لما تيجي تستورده في صورة منتجات نهائية هيعدي الطن اللي بـ20 دولار بالكتير، هتستورده بـ100,000 دولار. شوفوا حضراتكم الفرق عامل ازاي، حاجة لا تقارن يعني، واحد وجنبه أصفار كتير جدا لو هنقارن نسبة وتناسب. فبالتالي أكيد الأنظار المصرية خصوصا والحكومة المصرية بدأت تدرك أهمية ده، أهمية منجم الذهب اللي تحت رجلينا وإحنا مش واخدين بالنا منه. وكان في كلام كتير ومشاريع كتير والرملة البيضاء والرملة السوداء و و و، ولكن ما كانش بيتاخد خطوات حقيقية في الطريق ده. العالم كله بدأ النهاردة يبص على تايوان وما تايوان والشرائح والمصانع الخاصة بتاع واحتكارات في المجال بتاع الشرائح الإلكترونية والأمور دي كلها. دلوقتي بدأت الأنظار تتجه ليه لأ ما تتحولش هذه الصناعات وتيجي لمناطق تانية في العالم بعد الأزمات الموجودة في تايوان والصين وأمريكا والأمور دي كلها. ليه إحنا ما ندخلش المجال ده لمصر وهي عندها المادة الخام دي ببلاش؟ ليه ما تدخلش الصناعة دي؟ وبدل ما هي رملة أنا آسف أقول إنها ملهاش قيمة بـ20 دولار، يعني ما كملوش 400 جنيه الطن، يعني الطن ما يجيبش 400 جنيه. ده أنت لا يعني ده الرملة العادية اللي بنجيبها من عند الموان لو واحد بيبني حاجة أغلى متر الرملة، فالنهاردة الرملة العادية. فتخيلوا حضراتكم بقى إن يكون الكنز ده ومحدش قادر يستخدمه. النهاردة في خطوة، وخطوة مهمة جدا الحكومة بتخطوها في هذا الاتجاه، ان هي توطن الصناعه، ان هي تعمل قيمه مضافه للكنز اللي تحت رجلينا. انا اسف يعني بنقول دايما الكنز بين ايدينا، لا هو الكنز تحت رجلينا واحنا مش واخدين بالنا منه. خامات الكوارتز والرمله البيضاء، النهارده كان في اجتماع مهم جدا عشان يتشاف حوافز الاستثمار في المجال ده واستغلال الرمله البيضاء وتطويرها والقيمه المضافه. كان في تكلفات رئاسيه بتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعيه بما فيها الرمله البيضاء وزياده القيمه المضافه، توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر. اجتماع النهاردة لرئيس مجلس الوزراء تناول سبل تأمين الاستدامة سواء في خامات الكوارتز اللي هي الرمل الزجاجي، الرملة البيضاء. عاوز حضرتك مثلا الرمل الزجاجي، شوف احنا بنصدره بكلام يعني لا يذكر، ترجع تستورده زجاج بأرقام خيالية.
في حين ان احنا ممكن نشجع الاستثمار ونقدم المزيد من حوافز الاستثمار عشان ننشئ سواء تجمعات صناعيه لخام الرمال البيضاء او للكوارتز والكريستال، وانها تتصنع في مصر ويكون المصانع دي في مصر وهتكفي السوق المحلي وتوفر عمله صعبه وتجيب عمله صعبه كمان بعد تصديرها. يعني بدل ما هي بتتصدر رمل البيضة ب20 دولار، طب ما احنا تتصنع في مصر، نجذب استثمارات، نجذب استثمارات متقدمة، لأنها ما بقتش حكر على حد. يعني حتى الشركات الموجودة في تايوان وموجودة في الصين لو خدت حوافز استثمارية ممكن جدا 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 انها تيجي تستثمر عندك في مصر. أهمية ده وأهمية الاستثمار في الكنز اللي تحت رجلينا ده واحنا ما كناش واخدين بالنا منه، لازم نعرف معلومات أكتر عنه. برحب بدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين. دكتور حسن مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بكم، اهلا بكم جميعا. يعني الحقيقه احنا حاولنا بشكل مبسط كده ننقل للساده المشاهدين اهميه الرمله البيضاء، فارجو حضرتك تقول لنا اكتر يعني بحكم الخبره طبعا والمجال والتخصص. اولا يعني بالفعل مش الرمال البيضاء فقط، لا، خامات كثيره قوي الحمد لله على ارض مصر، مصر تتمتع بمخزون منها كويس جدا. طبعا كون الدولة تأخذ يعني خطوات ناحية إضافة قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من هذه الثروات طبعا خطوة مشكورة، ولكن طبعا الطفرة اللي تتعمل في مجال يعني الدخول في مجال التصنيع وإقامة قيمة مضافة للخامات لابد أن يصاحبها برضو فهم للسوق اللي حوالينا وفهم للتكنولوجيات المطلوبة والتعاون مع الشركات كبيرة الرائدة في هذا الموضوع، وإزاي نجذبها زي ما أنت قلت في كلامك إلى أرض مصر عشان خاطر تستثمر. لأن طبعا لو جينا من الآخر موضوع الشرائح أو بيسموه الرقائق الإلكترونية، ده برضو موضوع حلم، أنا بسميه حلم وطموح جدا، ولكن محتاج جهد ومحتاج دراية بهذا الموضوع عشان المنافسة. لأن الموضوع برضو إيه، محتاج إن الواحد يفهم بالظبط الرقائق الإلكترونية ودخولها في الصناعات المتقدمه، وان العالم كله دلوقتي بيتجه ناحيه زياده الانتاج. هندي مثال، يمكن الصين على سبيل المثال تعتبر اكبر مستورد ومستهلك للاشباه الموصلات اللي هي الرقائق دي. على الرغم من ذلك فانها لا تنتج سوى 16% فقط منها، وعندها خطه انها تزيد 60% من احتياجاتها بحلول 2025. طيب دكتور حسن، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتأكيد قيمة الطن اللي هي 20 دولار للخام، خام الرمل البيضاء، أكيد ده ممكن التعظيم الاستفادة منه إن لم يكن في منتج نهائي كشرائح نتيجة للأمور حضرتك تفضلت بذكرها، ولكن قد يعني يمكن تعظيم الاستفادة من ده بشكل ما. ايه هي سبل الاستفاده حتى لو لم تكن في منتج نهائي كرقائق او مصانع رقائق؟ اقول لحضرتك تصحيح صغير بس. طبعا الطن ابو 20 ده كان من فتره حقيقي كان بشيء، ولكن اعتقد في زياده تمت في الاسعار الفتره الاخيره، يمكن عدت ال 60 دولار الى اخره. يعني وصل كام يا فندم دلوقتي؟ يعني ممكن من 60 لغايه 100 دولار. هنفترض يا فندم 100 دولار. ما هنفترض ولكن في منتج نهائي بيجي لي تعدى ال 100,000 و 200,000 دولار. طبعا لو احنا زي ما انت حضرتك قلت، لو احنا يعني قلنا الرقائق دي تعتبر يعني حلم كبير، ولكن هناك صناعات زجاجيه بيقوم عليها او بيعتمد اساسا على الرمله البيضاء، حاجات كثيره جدا يعني. فممكن ان احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل خطط يمكن طويله الامد او قصيره الامد او متوسطه الامد على حسب الامكانيات والتكنولوجيات المتاحه لينا، وعلى حسب برضو احتياج السوق المحلي، واذا كان في سوق خارجي سواء افريقي او عربي او حتى جنوب شرق اسيا برضو علينا ان احنا نستعليه. طب الاحتياطات يا فندم، تقريبا احنا مصر بتمتلك قد ايه من الاحتياطات؟ يعني قريت رقم مليار طن ولقيت رقم تاني 20 مليار طن، احنا يعني قد ايه؟ بص حضرتك، احنا انت دخلت في النطاق اللي انا باكده، احنا يعني تعتبر الخامه دي خامه ملياريه. ما تقولش بقى 100,000، لا حقيقي ملياريه، لان الرمله البيضاء بالفعل منتشره بكثافه في مصر. يمكن اكبر ثلاث قطاعات يتواجد فيها الرمله جنوب سيناء ناحيه ابو زنيمه، منطقه الزعفرانه في شمال الصحراء الشرقيه، اما المنطقه الثالثه والوعيده اللي هي وادي انا.
دي اكبر ثلاث مناطق حاليا ممكن بالفعل، مش ممكن بالفعل، في انتاج من منطقتين منهم اللي هم منطقه الزعفرانه ومنطقه جنوب سيناء. تختلف ايه عن الصحراء البيضاء يا فندم اللي في طريق اللي في الواحات؟ لا دي دي, دي برضه يعني ربما الصحراء البيضاء اللي حضرتك اشرت اليها معظمها حجر جيري وليس رمل بيضاء. الحجر الجيري الناصع البياض فائق النقاوه اللي هو موجود به الاشكال الغريبه او الجميله للسياحه او السفاري بيحبوا يتجولوا هناك ويستمتعوا بهذه المناظر الخلابه. دي معظمها حجر جيري نقي. يعني حضرتك شايف ان احنا في الثلاث مناطق دي سواء في سيناء او في وادي انا في الوادي دي مناطق واعده فيها احتياطات ملياريه من الرمال البيضاء. منطقه الزعفران والزعفران اعتقد ملياريه وبالفعل في انتاج منها واعد جدا. تمام. كنا ان احنا بنحاول نعظم الاستفاده منها باقامه الصناعات، ولان حضرتك في حاليا بعض الصناعات بنتكلم على صناعات زجاجيه موجوده في مصر، احنا بنامل انها تزيد ونامل زي ما انت حضرتك قلت استقطاب الشركات الكبيره عشان حتى الرقائق الالكترونيه. تمام. نقدر نقوم بيها لابد ان يكون في مساعده استراتيجيه وملكيه فكريه من هذه الشركات. طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين. في الاجتماع بتاع سيد مجلس الوزراء كان المستشار محمد عبد الوهاب رئيس تنفيذي الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره اكد ان في حوافز استثماريه موجوده بالفعل عشان انشاء تجمعات صناعيه جديده لخام الرمله البيضاء في الاماكن اللي تفضل دكتور بخيت وذكرها. طبعا كان تم تعديد هذه الفوائد سواء الموجوده في شمال سيناء وخليج السويس او في الوادي الجديد. ليه لا ان احنا يكون عندنا صناعات؟ ليه لا ان احنا نستقطب استثمارات كبيرة من صناديق سيادية؟ وهاجي على مع حضراتكم على الصناديق السيادية اللي بتستثمر في مصر وخططها الحالية للتوسع في الاستثمار في مصر، ولكن نعرف نقدر قد ايه نستحوذ من هذه الصناعات او من كوتة الاستثمارات دي من الصناديق السيادية العربية خصوصا يعني واللي بدأت تتحرك بشكل كبير في مصر. يعني لما نيجي نشوف مثلا ما أعلنه صندوق مصر السيادي عن صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار اللي هي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص أقلية، وهنا أحط خط تحت كلمة أقلية، حصص أقلية في أربع شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة طبعا بالبورصة قيمتها مليار و300 مليون دولار. شركة تبوير للأسمدة والصناعات الكيماويه، شركه مصر لانتاج الاسمده، شركه الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع، وشركه اي فاينانس للاستثمارات الماليه والرقميه. ودي كلها مره ثانيه بقول لحضراتكم دي حصص اقليه عفوا حصص اقليه. كمان بنلاقي شركات اماراتيه بتستحوذ على مجموعه من الشركات الغذائيه المصريه المتنوعه وعندها خطط واعده جدا. صندوق الاستثمار السعودي احنا بنتكلم في استثمارات بحوالي 2.3 تريليون ريال، دي محفظته الاستثماريه الدوليه وبدا يتجه الى مصر للاستثمارات. ليه لا ان احنا ما نجذبش رؤوس الاموال دي والصناديق الاستثماريه دي والحصه الاستثماريه دي في مشروعات زي موضوع الرمله البيضاء وانتاج السيليكون؟ ايه اللي يمنع؟ ايه اللي ينقصنا؟ ده اللي هنعرفه من المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري. مهندس أسامة مساء الخير، أهلا بسيادتك. مساء النور عمرو بيه، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. إيه اللي يمنع إن إحنا يكون عندنا حلم زي ده؟ والله هو حضرتك طبعا إحنا محتاجين استراتيجية صناعية لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة. احنا في عندنا توجه رئاسي لرفع الصادرات الصناعيه ل 100 مليار دولار بدلا من 32 مليار اللي هم متواجدين حاليا، بتمثل الصادرات الصناعيه منهم 85%. احنا بتوجد حوافز فعليه موجوده الان على ارض الواقع وعايزين استكمال لهذه الحوافز. احنا مثلا حضرتك عندنا اتفاقيات دوليه، اذا كانت اتفاقات مع الدول الاوروبيه بتصدير المنتجات المصرية بدون جمارك أو مع الكوميسا أو مع الإعفاءات اللي مع الدول العربية أو اتفاقية غدير، ده من ضمن الحوافز اللي موجودة على أرض الواقع. عندنا موقع استراتيجي لمصر مع البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود أهم ممر مائي عالمي وهو قناة السويس، ده بيتيح لنا عملية النقل واللوجستيات بطريقة سهلة جداً لإن كان لآسيا أو لأوروبا أو لأفريقيا. عندنا كمان نهر النيل، فحضرتك ممكن تعظيم عملية النقل النهري.
في دعم من الحكومة المصرية للنقل مع الدول الأفريقية، وصل دعم الحكومة المصرية إلى 80% من تكلفة الشحن لدول أفريقيا كلها، و100% بالنسبة لتنزانيا. يعني اللي هيجي يستثمر كسبان مش خسران. يعني اللي هيجي يستثمر حضرتك هنا وهيصدر لأي دولة أفريقية، الحكومة المصرية عاملة دعم 80% للنقل لأفريقيا و100% لتنزانيا. عندنا حاجة مهمة جدا، سعر الطاقة والغاز الموجود في مصر مقارنة بكافة الأسواق العالمية حضرتك هتلاقي فيه فرق كبير جدا، زائد العمالة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية. دي حاجات موجودة على أرض الواقع. في حاجات تانية بقى محتاجينها حضرتك، اللي احنا بنناشد الحكومة انها تطبق الحاجات ديت عشان تكتمل المنظومة كاملة، بحيث ان احنا نوصل الى الحاجة الايديال اللي تعمل عملية جذب بالنسبة للشركات الأجنبية. انا لما بجذب شركات أجنبية انا عايز اجذب شركات أجنبية ذات اسم تجاري، لان بيبقى ليها محطات تسويقية كبيرة في جميع انحاء العالم. مظبوط. هنعملها بالمشاركة مع القطاع الخاص، لان انا النهاردة لو انتجت منتج ومليش محطات تسويقية بره، ففي الاخر المشروع هيبوء بالفشل، لان الاساس في الموضوع التسويق. كويس. احنا بنتطلب ايه عشان نقدر نجذب هذه الشركات؟ احنا محتاجين اراضي حضرتك باسعار ميسرة، محتاجين حوافز تصديرية تصرف فورية او تخصم من الوقائع الضريبي، محتاجين اجراءات ميسرة وواضحة للتراخيص والاجراءات اللازمه لتاسيس الشركات بتوقيتات محدده. طب مش هي الامور دي يا فندم في اللجنه الوزاريه الخاصه بفحص شكاوى المستثمرين والاستثمار، واللجنه بتجتمع بشكل دوري، والمهندسه رندا المنشاوي ومستثمرين واطراف حكومه موجودين، هل الامور دي طرحت عليهم ولا لا؟ والله يا فندم انا حضرتك مش عايز اسال عن الاجتماعات، انا عايز اسال عن النتائج. حضرتك النهارده مثلا في دوله الامارات العربيه الشقيقه، حضرتك بتروح تطلع اقامه او بتاسس شركه او كان من ده، بيدي حضرتك توقيتات محدده، حضرتك بتطلع فيها الاوراق المطلوبه في نفس التوقيت اللي محطوط في الاوراق. ما بخشش بقى في الروتين. عندنا حضرتك كمان تسهيل اجراءات استيراد مستلزمات الانتاج والافراج عنها، وكذلك قطع الغيار اللي موجودة. عندي مطالبة تانية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مهتم دلوقتي بالصناعة وبالمستثمرين. يمكن أنا يهاجمني المستثمرين في هذا الموضوع المصريين، ويؤيدني في ذلك المستثمرين الأجانب. أنا عايز أجيب مستثمرين أجانب. إحنا كمصريين حضرتك علينا ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إحنا مفروض ندفعها للدولة، وبندفعها لأن إحنا بنتلقى خدمات حضرتك من الدولة مقابل الضريبة اللي إحنا بندفعها، وبندفعها بصدر رحب ومفيش عندنا مشكلة. تمام. طب أنا إزاي أجذب المستثمر الأجنبي إن هو يجي هنا في ظل في دول في المنطقة مثلا الضرائب عندها 5%؟ فأنا بأطالب إن إحنا نصدر قانون حصة الشريك الأجنبي نعفيها من الضرائب لمدة 10 سنين. ممكن الكلام ده طبعا هلاقي الناس بتهجم عليا، ما فيش ان المصريين انت بتدي الاجانب مميزات عن المصريين. انا هدي الاجانب مميزات عن المصريين عشان انا عايز اجذب راس مال اجنبي، وعايز استثمارات داخل مصر هتعود علينا بنفع. لكن العرف حوالينا كده يعني مثلا العرف اللي داير في دول الجوار في الشرق الاوسط، هل بيعفي المستثمر يجي مثلا مصنع ادوات منزليه الماني يجي يفتح مجمع ليه في مصر عشان يصدر للمنطقه والشرق الاوسط وافريقيا ويكسب منه ما شاء الله كتير، هل انا وهيفيدني طبعا يعني، ولكن هل اديله صفر او 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 اعفيه تماما من الضرايب، ولا بيبقى بنسب؟ يعني الجوار ايه العرف ايه في الجوار حواليه؟ انا قصدي ان انا بعفيه لفتره مؤقته. تمام. فبقى أنا بعمل عملية جذب، والمصنع هيبقى منشأ وموجود وخلاص، وهيستمر إلى أبد الأبدين إن شاء الله. أنا عايز أستفيد إن أنا يبقى عندي ميزة تنافسية مع أي حد تاني، إن أنا أجذب المستثمر، وخاصة الشركات التي تحمل علامات تجارية دولية وانترناشنال كومبانيز، بحيث إن هم يبقى ليهم محطات تسويقية، بحيث إن هو هياخد المنتج ده وهيصدره. انا مفيش عندي مشكله ان الشريك الاجنبي يجي ويكسب. احنا كمصريين هندفع ما علينا من التزامات او ضرائب او
طب خليني أسأل حضرتك، الصناعات المتقدمة والصناعات اللي هي بالاستثمارات المليارية، يعني زي الصناعات اللي هي الخاصة بصناعات الرقائق وما إلى ذلك، يعني إحنا شايفين عندنا احتياطات من الرملة البيضاء، حدث ولا حرج يا فندم، حمل هات اللي يشيل مفيش مشكله. أيوة. ده ب 20 دولار، حتى لما زادت مثلا زادت ما يقرب من 100 دولار الطن، كلام بسيط يعني 1900 جنيه يعني. ولكن ايه اللي يمنع ان يكون في شركات كبرى عالميه تيجي تفتح مصانع زي دي هنا 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 في مصر، او ولو حتى جزئيا جزء من المكملات بتاعتها يعني؟ طب ما حضرتك بتشترك معايا في الراي كده يا فندم. ما هو حضرتك النهارده انا عشان اجذب المستثمر الاجنبي وانا عندي المكون المحلي موجود هنا، انا عايز اجيبه حضرتك ما يفكرش، يعني بحط قصاده امتيازات بحيث ان انا اعجزه عن التفكير للذهاب الى اي منطقه تانية اخرى. فانا عايزه يجي حضرتك النهارده لما هيجي وهينشئ، حضرتك بتقول انا بصدر رمال بيضه بملاليم، والنهارده انا هحول هذه الرمال الى منتجات هتتصدر بملايين. مظبوط، اكني صدرت نصها يا فندم. فحضرتك شايف ان الاعفاء اللي هتديهولي في الضرايب ليكن 10 سنين، ولكن في المقابل انا كسبان، انا عامل قيمه مضافه للماده الخام بتاعتي. 10 سنين 5 سنين تتحدد الرؤيه يا فندم وتطرح، بس لازم انا ادي مميزات عن الاخرين. اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا. ده حقيقة. بالنسبه لحضرتك الحقيقه الله يخليك، متشكر جدا 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 لرؤيه حضرتك ومشاركه حضرتك معانا. مهندس اسامه الشاهد، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. فكره بس ان احنا نتحرك، يعني الفكره ان يتخذ خطوه، ان نكون امناء مع نفسنا ونشوف ايه هي المعوقات وتتعالج. يعني رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره الاستشاري محمد عبد الوهاب النهارده اتكلم في الحوافز، اتكلم في المعوقات، اتكلم في الامور اللي تمنح للمستثمرين عشان يجوا يدخلوا في القطاع المهم ده في مصر. في اماكن وفي قطاعات تانية بيحصل الحقيقه فيها تطوير بشكل محترم جدا عشان مصر ترجع تاني تاخد مكانتها في صناعات كانت بتتميز بيها، وخصوصا لما نيجي نتكلم على واحده من اقدم الصناعات في مصر كانت صناعه الغزل والنسيج والصباغه والتجهيز. كان ياما عندنا في مصر مصانع وقلاع صناعية متميزة جدا 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 في الغزل والنسيج. كان بقى على المحلة، نتكلم على كفر الزيات، نتكلم على شبرا الخيمة، نتكلم على أماكن كتير جدا جدا في ربوع مصر كانت بتتميز بيه الصناعات النسجية ومحالج الأقطان والصباغة والتجهيز وما إلى ذلك. لسبب أو لآخر يعني في خلال 30 سنة مثلا يعني تعرضت أكتر يمكن 40 سنة تعرضت للتجريف والانهيار، لغاية لما بدأ مرة تانية تنفض التراب عن نفسها ترجع تاني. نقدر نقول إن في إحياء لهذه الصناعات. النهاردة بنتكلم أكبر مصنع للغزل والنسيج إن شاء الله هيبقى واحد من أكبر مصانع نسيج على مستوى العالم على مساحة 62 ألف متر مربع. ده حاجة عظيمة جدا، يعني إحنا بنتكلم في تكلفة 62,000 متر مربع، 62,000 متر مربع احنا بنتكلم فيه طفره، بنتكلم فيه استثمارات بالمليارات في هذا المجمع، يعني تمويل الحقيقه ملياري، يعني فجهد كبير جدا لانشاء هذا المجمع ولاكمال هذا المجمع. نقدر نقول ان هو بنسبه كبيره جدا ان هو بدا ان هو خلاص، يعني ممكن على نهايه العام ان شاء الله وفي اهتمام رئاسي بيه ان شاء الله ان هو يكون جاهز. ادي قدام حضراتكم هذه لقطات من المصنع، لو انا ما كنتش غلطان يعني حسب المعلومات اللي احنا قدرنا نوصل ليها ما يقرب من حوالي يعني من 70-80% المجمع جاهز. هو مش مصنع، احنا بنتكلم على مجمع، بنتكلم على مدينه لصناعه الغزل والنسيج في المحله الكبرى، حوالي من 70-80% منها جاهز على اخر السنه تكون موجوده. تخيلوا حضراتكم كم العماله اللي هتكون موجوده فيها، كم الاستثمارات اللي هتتضخ فيه، كم المنتج اللي هيخرج منه، وبالتالي هيكون يقدر ان هو يساعد في فكره التصدير وفكره العوائد الدولاريه اللي هتيجي منه. مشروع مهم ولازم نلقي عليه الضوء. برحب بدكتور داليا تدرس، مساعد وزير قطاع الاعمال العام. دكتور داليا مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير وعلى حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه شكرا للمقدمه العظيمه فعلا، يعني العفو يا فندم، يعني اتمنى بس ان المقدمه تكون دقيقه يعني في عرض الواقع، يعني دقيقه جدا حضرتك. هو فعلا مجمع المحله اول المجمعات اللي ان شاء الله اللي هتكون جاهزه، هي واحد من 7 مجمعات صناعيه
تابعة لقطاع الأعمال العام، بيتم إعادة ضخ استثمارات ب 23 مليار جنيه، منها 540 مليون يورو مآلات جديدة يعني على أحدث التكنولوجيا. 23 مليار ده رقم كبير، زي ما حضرتك تفضلت كان 23 مليار جنيه، ده مليار رقم كبير جنيه ضخم، بضم إنشاءات إلكتروميكانيكس، آلات تدريب للعمالة علشان خاطر استخدام الآلات الجديدة، فهو في محاور كتير، وبضم كمان تطوير 6 معالج جديدة زي ما حضرتك تفضلت، علشان نضمن مادة خام داخلة للصناعة تكون بتطلع أجود منتج من القطن المصري اللي كلنا عارفين قيمته. أكيد أي مشروع ضخم زي ده بيكون معمول له دراسة جدوى، والعوائد بتاعته بتكون مدروسة ومحسوبة بالجنيه أو بالمليم، يعني أرجو حضرتك تقول لنا الاستفادة منه هتبقى عاملة إزاي؟ هو تم بالفعل فعلا دراسة جدوى بمكتب استشاري عالمي علشان نغطي كافة جوانب التطوير. القطاع ده كان مهمل لفترة، كان فيه إرادة سياسية لضخ استثمارات فيه وإحيائه. المخرجات بتاعته بتخدم صناعة مهمة جدا وهي صناعة الملابس الجاهزة، فمخرجاته قطن مصري طويل التيلة محلوج بطرق مميكنة وبالتالي أكثر نظافة فتمنه أعلى في الأسواق العالمية. كمان في تطوير لصناعة الغزل والنسيج، وبالتالي بخلق قيمة مضافة بدل مصنع القطن المصري، بدل مصدر القطن المصري غير مصنع، إنما بعمل له قيمة مضافة، بقدر أوفر مدخلات من غزول ومنسوجات لصناعة الملابس الجاهزة، ودي صناعة بتخلق فرص عمل كتيرة جدا، بتجذب استثمارات أجنبية كتيرة جدا. فالحقيقة المردود الاقتصادي بتاع المشروع التطوير مش على الشركات دي بس، إنما على جزء كبير من الاقتصاد، زراعة قطن، حليج قطن، تصدير أقطاب مصرية بقيمة مضافة مصنعة محليا، خدمة صناعة الملابس الجاهزة اللي بيقوم بيها القطاع الخاص نظرا إن فيها تنوع وموضة في الموديلات وفي الألوان بتحتاج لديناميكية القطاع الخاص. فأنا يعني هي بتوفر كمان مدخل للقطاع الخاص غير المنتجات النهائية اللي بتتصنع زي الملايات والفوط وما إلى ذلك، إنما كمان بتخدم القطاع الخاص اللي بيشتغل في مختلف أنواع الملابس الجاهزة والمفروشات. عظيم كلمة القيمة المضافة وتعظيم القيمة المضافة، احنا بنلاقي المنتجات المصرية تلاقيها من مفروشات البيت، من الملابس مثلا الجاهزة، براندات عالمية بنلاقي عليها انها من قطن مصري، ويعني ماركات ممكن حضرتك تروح، او حضرتك اكيد عارفه ده، تروح تجيب مثلا القميص مثلا منه، او نجيب الجاكيت مثلا منه بالاف الجنيهات او مبالغ. صحيح. الحقيقه او حتى بالدولار، لا بمبالغ كبيره جدا، يعني ممكن يتجاوز مثلا ال1000 دولار مثلا القطعه الواحده اللي تتجاب، يقول له حضرتك ده عشان قطن مصري. اساسا حضرتك نشرك معانا في الحوار دكتور. صحيح. هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن. دكتور هشام مساء الخير، اهلا بحضرتك. الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كان بيتقال مثلا من فترات كبيره، يعني من يعني نقول عقدين من الزمن او ثلاثه، ان القطن المصري شبه انها راحت عليه، القطن طويل التيله، وان الصناعه في فتره من الفترات كانت بدات تتجه، صناعه النسجيه تتجه الى انواع ثانيه غير القطن طويل التيله، فخلاص يعني راحت عليه. فشايف ازاي التطور اللي حصل؟ شايف ازاي ان يدخل تكنولوجيا جديده تستخدم الاقطان المصريه؟ وانا قدامي الحقيقه ارقام 1.4 مليون امتار، دي القطن المزادات اللي عليها كانت حوالي 6.2 مليار جنيه، فواضح ان في بالعكس في شغل بدا يحصل في القطن. هو طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، لا طبعا هو ظهر، طبعا دايما بنقول كل جواد بتبقى ليه كبوه يعني، لكن طبعا تاريخ القطن في مصر الكل عارفه قد ايه كان بيساهم في الاقتصاد القومي، وده محصول اقدر اقول يعني له مردود اقتصادي قوي جدا. يعني كلنا دلوقتي شايفين الحلم بيتحقق على الارض، لان كلنا كنا بنحلم ان احنا يجي الوقت اللي نقدر فيه نستغل هذا الميزه النسبيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها، ان لدينا افضل قطن على مستوى العالم، وازاي نقدر نستفيد بالقيمه المضافه، وازاي كنا في وقت من الاوقات بنضطر ان احنا فعلا نعتمد ان احنا نصدر كل القطن بتاعنا خام الى الخارج، ومش قادرين نستفيد بالقيمه المضافه. فالحلم اللي احنا يعني دايما كنا بنتمناه، وزي ما ندت به القياده السياسيه والخطه المتكامله اللي الدوله ماشيه بيها من سنه 2015، النهارده بنشوف الحلم فعلا على الواقع،
كلنا مؤمنين وعارفين ان القيمه المضافه للقطن بتيجي في المراحل النهائيه اللي هي في مرحله النسيج، وازاي احنا كنا القطن بتاعنا بيتصدر للخارج لبراندات عالميه باسعار انا بقول زهيده جدا، علشان في النهايه يتعمل منه براند ورقم خرافيه نشوفها في الارفف المحلات العالميه ويتقال عليها ايجيبشن كوتون، ويبقى صنع دول غير مصر. النهارده مزبوط. اعتقد بالحلم اللي احنا بنشوفه قدامنا ده هنقدر نعمل براندات دوليه وعالميه، ونقدر نشوف البراندات المصريه موجوده في برضه داخل مصر وخارج مصر، بس نشوف كلمه ميد ان ايجيبت باي ايجيبشن كوتون او بالقطن المصري. يعني يا فندم دلوقتي القطن المصري فيه تنوع في المنتج بتاعه، في انواع الاقطان اللي موجوده تقدر ان هي تخدم على قلعه صناعيه او قلاع صناعيه للغزل والنسيج زي اللي احنا شايفينها مثلا في المحله الكبرى وغيرها ان شاء الله. طبعا يعني الخطه موضوعه بصوره اساسيه اللي اتوضعت، ان احنا طبعا احنا السوق المصري مفتوح سواء كان بيستورد اقطان من الخارج او حتى بيستهلك القطن المصري في داخل مصر، والخطه الاساسيه ان احنا طبعا نستهلك جزء كبير من القطن المصري في داخل مصر. اعتقد ان مصنع المحله اللي بينشا النهارده جزء كبير جدا منه هيعتمد على الاقطان المصريه، وهيعمل براندات يعني اقدر اقول عالميه ننافس بيها، لان في النهايه مش معقوله ان انا القطن بتاعي بيتصدر لبعض عدد معين من الدول بس بمجرد ان هو بيدخله في مراحل تصنيع معينه ويحط عليه اسم في شرق اسيا بتاعه. في دوله في شرق اسيا بنجلاديش بتروح هناك بنجلاديش والهند يا فندم والعماله رخيصه، يجي البنطلون يطلع منها ب 500 دولار يعني مثلا يعني. لا يا فندم انا عايز اقول حاجه بس بسيطه خالص، يعني احنا عندنا احد الاصناف المصريه الفائقه النعومه جدا زي جيزه 45 بيطلع منه مثلا القميص كان ثمنه بيتباع في السوق المصري في بعض وكان متصنع بره وكان ثمنه تقريبا من 7 ل 8000 جنيه، في حين ان وزن هذا القميص لا يتعدى 300 ل 400 جرام. مظبوط. يعني الكيلو الواحد ممكن من القطن الشعر يعمل من قميصين لثلاث قمصان، حضرتك شوف الفرق قد ايه في القيمه المضافه حاجه اللي احنا كل ده بيروح يعني كل ده بيروح احنا ما بنستفدش يعني منه حاجه، يعني بيتصنع في خارج مصر ويجي يتباع جوه مصر او بيتباع في اماكن اخرى، فده حقنا وده قطننا يعني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن. اعتقد ده دكتور داليا خير دليل على صواب البوصله والطريق اللي احنا ماشيين فيه. صحيح، وعشان كده احب بس اشير من غير ذكر اسامي الى انه تم خلق براند لكل المنتجات اللي هتصنع من خطه التطوير ديت، سواء غزول او منسوجات. صح. او وبريات او مفروشات منزليه، عشان تبقى العلامه، والعلامه مستوحاه من آلهة النسيج عند القدماء المصريين. بالمناسبه البراند ده حلو قوي، وليه لا ان احنا ما نقولش ده منتج مصري، منتج مصري. صح، مش ولا ده حاجه خاصه، حاجه حكومه صح تبع المحله؟ لا 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 لا، ده منتج مصري للغزول والمنسوجات والوبريات والمفروشات المنزليه، مش شركه حكومه يعني في الاسواق، والحقيقه عليه اقبال كبير جدا، شركه تابعه للدوله بالظبط. طيب. كده اهوت بتسوق، متخصصه في تسويق وبيع منتجات يعني الشركات التابعه. عايز اقول لحضرتك اللوجو بتاعها حلو قوي، اللوجو بتاعها حلو قوي، اللوجو بتاعها شكرا لحضرتك جدا، اللوجو حلو قوي، طريقه جداً. العرض بتاعتها جميله جدا، فكره ان يتم الاشاره على الستاند كده بتاعها، ده حاطين فوط وادوات منزليه اللي هي المستلزمات البيت والمفروشات والمعرفش ايه، مكتوب القطن المصري ومحطوط العلامه الفرعوني. انا شفت ده فن، انا شفتها على الحقيقه. عايز اقول لحضرتك حاجه راقيه جدا وحاجه تشرح القلب لما نلاقي ان ده منتج مصري من شركه حكوميه بالمناسبه يعني، فلا حضرتك تذكر ده بكل فخر يعني. احنا فخورين بيه، انا بس كنت بأراعي قواعد الاعلام. لا لا معلش، ما احنا لو مش هنعمل دعايه لشركاتنا الحكوميه هنعمل دعايه لمين؟ طب قولي لي مثلا النوع او البراند ده موجود في كام مكان دلوقتي؟ البراند دوت موجود في أول أوتلت للشركة المتخصصة في تسويق والترويج لمنتجات خطة التطوير كلها، موجود في مصر الجديدة أول فرع، بإذن الله تاني فرع هيتفتح في خلال شهر في اسكندرية. تمام. إنما موجود كمان في سلاسل التجزئة في عدد من المولات كبير جدا، مش عاوز أذكر أسامي. ده محتاج يخرج بره، هل في خطة خارجية؟ ابتدى التصدير خارج مصر، ابتدى فعلا التصدير لعدد من الدول الأوروبية، حصل كذا يعني شحنة تصدير،
واحنا لسه برضو بنبتدي، احنا لسه بنقول احنا خطة التطوير بتغطي 65 موقع ومصنع، لسه مش كل المكن وصل، فدي باكورة الانتاج، انما لسه لما نوصل للطاقة القصوى اللي هي 4 أضعاف الطاقة الانتاجية اللي كانت قبل كده هوت بجودة اعلى، انما في خطة تسويق في الداخل والخارج لسلسلة لمجموعة المنتجات كلها من غزول ومنسوجات ومفروشات وفاينل برودكتس كلها جاهزة في مصر وبره مصر إن شاء الله. يعني بكل القنوات التسويقية الموجودة إن شاء الله. كل التوفيق وإن شاء الله نكون حاضرين معاكم ونكون موجودين في الافتتاح إن شاء الله في المجمع الجديد في المحلة الكبرى. شكرا جزيلا دكتور داليا تدرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام. على مساحة تقدر بحوالي 64 ألف متر مربع وبين أكثر من 180 ألف مرضى أو ماكينة غزل وبمتوسط طاقة إنتاجية تقدر ب 30 طن غزل في اليوم، يجري الآن إنشاء أكبر نسيج في مصر والشرق الأوسط بمدينة المحلة بمحافظة الغربية. هذا وتتواصل أعمال الإنشاءات للمصنع المقام بشركة مصر للغزل والنسيج حالياً بتكلفة تصل لنحو 900 مليون جنيه على أن تنتهي تلك الأعمال بنهاية العام الجاري، كما بدأت ماكينة الغزل الجديدة والقادمة من أعرق الشركات السويسرية في الوصول تباعاً للموانئ المصرية لتشرق الشمس من جديد على أحد أكبر صروح الغزل والنسيج في إفريقيا والشرق الأوسط. وإلى جانب إنشاء هذا المصنع تعمل الدولة المصرية على خطة شاملة ومتكاملة ليعود القطن المصري لسابق عهده، ومن ضمنها إنشاء منظومة كبرى للتسويق بدأت بإنشاء 5 فروع لمحلات تعرض للمنتجات القطنية المصرية داخل الجمهورية، إضافة ل16 منفذا بالخارج. من مصر طارق أحمد. كان الايام اللي فاتت كان في كاس العرب في المملكه العربيه السعوديه لمنتخبنا الوطني للشباب، وكنا بنتابع مع حضراتكم، ودخل معنا مرتين كابتن محمود جابر المدير الفني للمنتخب، وكنا دايما بنأزرهم، وحتى المباراه النهائيه من يومين والخساره امام منتخب المملكه العربيه السعوديه الشقيق بضربات الجزاء بعد ما الوقت الاصلي انتهى 1-1، وكان الحقيقة أداء رائع جدا وأداء متصاعد للمنتخب المصري ونجوم المنتخب المصري. كنا نتمنى أن هم يعني يحصدوا اللقب، ولكن معلش إن شاء الله خيرها في غيرها. ولكن الشيء الجميل أن هم كانوا وجه جميل ومبشر لنجوم مستقبل في الكرة المصرية، ربنا يحميهم وإن شاء الله يقدروا يكملوا ويكون لهم وجود بإذن الله مع المنتخب المصري في المراحل السنية وفي المنتخبات اللي بعد كده. واحد من الأبطال بقى يعني نجوم منتخب مصر الشباب اللي كانوا فارقين والناس كلها تابعته وشافته وعينيها كانت عليه في البطولة ماتش ورا التاني ومسجل ما شاء الله، احنا بنتكلم في 3 أهداف في البطولة، منهم طبعا الهدف اللي كان في المباراة النهائية في مرمى الفريق السعودي، نجمنا ونجم منتخب مصر للشباب نجم نادي أودينيزي الإيطالي كابتن صلاح باشا. يا كابتن صلاح مساء الخير، أهلا بيك. مساء الخير يا كابتن، زي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ الحمد لله كله تمام. يعني بنبارك لك طبعا على الأداء، بنبارك لك على الظهور المحترم في كأس العرب مع منتخب الشباب. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. اللي ما يعرفش يعني تفاصيل كتير عن صلاح باشا نجم منتخب الشباب المصري، انا عايز اقول ان هو ملقب بألقاب كتير، هو طبعا في أودينيزي وواحد من هدافين الدوري الايطالي للشباب، وملقب بابراموفيتش، هو من مواليد 2003، كان بدا في مصر هنا في شرم الشيخ، ثم يعني الاسره موجوده في ايطاليا فبدات مع أودينيزي، مش كده؟ اه مظبوط. انا كنت في ناشئين الاهلي وانا صغير. في البدايه اصلا كنت في اكاديميه اي سي ميلان ويوفنتوس، وبعد كده رحنا عشنا في شرم لظروف الاسره. كنت في شرم الوالد. مظبوط. وفي شرم كان في اختبارات منتخب للنادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي جه عمل اختبارات والحمد لله يعني قبلوني، وقعدت هناك سنتين. كنت انت واخوك ريتشارد مش كده؟ مظبوط.
وكنت انا واخد يعني الهداف في الفرقه وكنت مبسوط. بس كان والدي كان جاله ظروف صحيه، فساعتها كان في ثوره في مصر وكنت عايش مع والدتي. والدتي اجنبيه، ف إيطالية. الموضوع صعب عليه. ايطاليا، ف فرجعت إيطالي. اضطرينا سافرنا ايطاليا، وكنت عملت فتره معايشه مع مودينيزي وابلوني. مع اودينيزي. و طيب دلوقتي انت بتلعب في فريق الشباب مع اودينيزي، هنيجي طبعا على ده، ولكن حابب اعرف رايك ايه في التجربه اللي انت خضتها مع منتخب الشباب فريق الكابتن محمود جابر. طبعا انا التجربه كانت ممتازه، انا حضرت كذا بطوله يعني، لكن البطوله دي قدرنا نعمل حاجه كويسه ووصلنا النهائي بس الحمد لله يعني. بس يعني انا بشكر الجمهور المصري الجميل اللي كان واقف في ظهرنا وجه لحد السعوديه برضو، وانا زعلت لما خسرنا، زعلت برضو عشانه. بس احنا كنا فرحانين لان احنا كسبنا جيل، يعني منهم صلاح باشا مهاجم محترف، يعني لعيب قناص ومن خامة فريدة الحقيقة. يعني ارجوك قول لي رد فعلك على الناس في مصر اللي ما كانتش تعرف قوي يعني صلاح باشا، ودلوقتي السوشيال ميديا بتتكلم عنك وناس كتير بتتكلم عنك انك انت نجم جاي في الكرة، مش بس المصرية، كمان في الكرة العالمية. يعني نتمنى لك كل التوفيق، شايف ده ازاي؟ لا يعني الحمد لله، الحمد لله يعني كنت جاي البطولة دي وأنا مركز، وكنت كان يعني طموحي إن أنا أكسب البطولة دي، وكنت مركز 100%، والحمد لله يعني أديت بشكل كويس، وأنا ده داني دفاع يعني إن أنا أكمل، وإن شاء الله اللي جاي أحسن كمان. دي المباراة الدولية الكام ليك مع منتخب مصر يعني، أو في فرق الشباب مع منتخب مصر؟ انا حضرت البطوله السنه اللي فاتت برضو بتاعت اللي كاس كانت في مصر. العرب اللي كانت في مصر، مظبوط. بس اللي انا اتصبت فيها دي في التركوه، ولكن يعني حضرت البطوله السنه دي. وحضرت البطولة السنة دي كان في فتأتي. بطوله في تونس بس النادي اودينيزي كان دي اللي مش راضي. اللي كان فرقة كابتن ربيع ياسين اللي أنت اعتذرت فيها. واللي بعديها برضو مع كابتن محمود جابر، بس النادي كان عايزني. تمام. شايف ازاي وجودك مع منتخب مصر؟ يعني شايف يعني فكرة الفترات اللي جاية وجودك ان شاء الله مع الفرق السنية، ولو تم طلبك في الفريق الاول مثلا او المنتخب الاول، يعني ليه لا بعد سنة، بعد كام شهر، بعد فترة قريبة، شايف ده ازاي؟ وخصوصا انك انت معاك الجنسية طبعا المصرية طبعا يعني، وكمان معاك الجنسية الايطالية. مظبوط، عندي جنسية مصرية والإيطالية، لكن أنا يعني حبيت ألعب في منتخب مصر لأن مصر يعني فيها روح وأنا بحب مصر جدا، وإن شاء الله أكون متواجد مع الفريق الأول، ويعني أكون برضو موجود في كأس العالم. يعني انت هدفك انك تكون موجود مع مصر في كأس العالم مش مع الأتزوري الإيطالي. لا، أنا حلمي إن أنا يعني إن شاء الله أكسب كأس العالم مع المنتخب الأول. حلمك تكسب كأس العالم مع منتخب مصر. بالظبط. طيب ما نفسكش تلعب مع صلاح؟ يعني احنا مثلا انت من عينة نونيز مثلا دلوقتي في ليفربول، ما نفسكش تلعب جنب صلاح في هجوم منتخب مصر؟ نفسي طبعا، هو برضو من المثل الاعلى هو ابراهيموفيتش، لكن محمد صلاح طبعا لعيب كبير، ونفسي يعني ان انا العب معاه. محدش كلمك من اتحاد الكورة او من الجهاز الفني للمنتخب؟ محدش كلمك في فرق اعلى، في الفرق السنية الاعلى لا بعد البطولة؟ لا، لسه محدش كلمني. طيب دلوقتي انت خلاص بتجهز يعني عشان الدوري الايطالي، يعني الكالتشو المفروض هيبدأ يوم 13 مش كده، السبت. مظبوط. طيب انت مع فريق الشباب الايطالي، وكنا عرفنا من فترة ان كان طلب انك انت تتصعد او في احتمال انك هتتصعد للفريق الفريق الاول في اودينيزي يعني. ان شاء الله يعني السنة دي اكون برضو متواجد معاهم. السنة اللي فاتت كنت بتمرن مع الفريق الاول، لكن السنة دي ان شاء الله برضو انا اكون متمرن معاهم، وان شاء الله برضو هنزل ويعني اكون حاضر في السيريا. انت اعتقد انت السنه اللي فاتت كنت من هدافين اودينيزي يعني 14 جول و6 اسيست.
صح؟ اه مظبوط، انا كنت من 4 سنين هنا وانا دايما كنت هداف الفرقة، ما شاء الله. والسنة دي خدت هداف الدوري كمان. هو هداف الدوري، الدوري الإيطالي للشباب. مظبوط. اه طيب أحلامك إيه؟ يعني أحلامك، هل أحلامك عند أودينيزي الفريق الأول، ولا أحلامك إنك تطلع للسيري آ، تلعب في فرق تانية، في اليوفي، في الميلان، هدفك إيه؟ لا يعني انا هدفي أو تخرج دلوقتي، بره إيطاليا خالص يعني. اه انا هدفي الاول يعني دلوقتي ان انا اشارك في سيريا A، وبرضه حلمي ان انا العب في ريال مدريد. في الريال، اه مشجع الريال انت. ايوه. طيب خليني اسالك على فكره، مش عارف دايما عندنا كلمه كده مش عارف هتوفيني فيها ولا لا صلاح، ان قماشه اللعيبه المصريه كويسه، ولكن لما بيخرجوا بره قليل اللي بيبدع. يعني شفنا صلاح وشفنا نماذج قبل كده محترمه زي ميدو وغيرهم، يعني حسام غالي وطبعا كابتن هاني رمزي وحضرتك، وفي اسماء كتيره والنني موجود، وفي اسماء محترمه، ولكن ايه اللي بينقص اللاعب المصري بعد ما احتكيت شويه مع فريق الشباب؟ ايه اللي ناقصنا؟ لا احنا ناقصنا يعني شوية يعني تركيز، وكل اللي بيحصل ده يعني يديك دافع في اللي جاي، ويعني ده بيشجعني اني ما اقفش ودايما اكمل واكون دايما متألق ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نبارك لك يعني صعودك باذن الله مع اودينيزي في السيري آ، تلعب مع الفريق الاول، وان شاء الله ليه لا نبارك لك في نهايه الموسم تكون هداف في الدوري الايطالي، يعني مش بعيده، واعتقد ده انت قادر على ده ان شاء الله يعني. اه ان شاء الله، ده يعني ده هدفي اللي جاي ده ان شاء الله. يبقى صلاح هداف ليفربول باذن الله في الدوري الانجليزي، وعندنا صلاح باشا هداف الدوري الإيطالي، ده حاجة عظيمة يعني. بالتوفيق يا صلاح. ربنا يخليك، شكرا. بالتوفيق، شكرا جزيلا كابتن صلاح باشا، لاعب منتخب مصر للشباب ونادي أودينيزي الإيطالي. وجه الحقيقة جميل جدا جدا، الناس عرفته في خلال بطولة كأس العرب اللي انتهت من أيام في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يعني ناس كتير كانت بتقول هنقعد شوية، يعني صلاح 30 سنة ربنا يا رب يديله الصحة وإن شاء الله يوصل لأبعد فترة، ولكن جنب صلاح مين يعني من المصريين، لاعبين المصريين في الدوريات الكبرى يعني محتاجين زي صلاح 2 3 برضه يكونوا موجودين. فلعل كده حطوا قدام عينين حضراتكم كده صلاح باشا، وكل فترة كده اطمنوا عليه في الدوري الإيطالي بإذن الله يكون ليه مستقبل عظيم بإذن الله. النهاردة وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إجراء المسح السمعي اللي تم حتى الآن للأطفال حديثي الولادة ل 3,444,000 طفل. ده ضمن المبادرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة. الوزارة أعلنت عن تحويل 198,519 طفل لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي عشان يتأكدوا من الحالة في نفس الوحدة اللي كانوا فيها أو كشفوا فيها بعد أسبوع يعني من الفحص الأول. اتحول 21,235 طفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة في 30 مركز على مستوى الجمهورية. الأطفال اللي بيثبت أن عندهم مشاكل في السمع بيحولوا ليها عشان يتم تدارك هذا الأمر من بدري، سواء بعملية جراحية أو تركيب سماعات أذن أو ما إلى ذلك، وعمليات طبعا زرع القوقعة للحالات اللي بتستدعي ده. شيء الحقيقة مهم جدا أن يتم الكشف عن ضعف السمع عند الأطفال في سن مبكرة في عمر أيام، لأن حضراتكم متخيلين ممكن الطفل يكبر يعني عندي سنة تانية ويحصل فيه ضعف تدريجي في السمع، ويكتشف الأسرة أو تكتشف ده بعد فترة، يعني ده بيؤدي إلى تأخر بقى في النمو اللغة والإدراك عند الطفل، وبعد كده لا قدر الله قد يسبب مشاكل تعليمية. فشيء الحقيقة عظيم جدا في هذه المبادرة إن يتم الكشف عن السمع وحالة السمع عند حديثي الولادة. برحب بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور حسام مساء الخير، أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. الحقيقة جهد محترم حتى الآن، 3,444,000 طفل، يعني 3,500,000 طفل حتى الآن يعني. إنه مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر. دكتور حسام.
طيب هنحاول نرجع تاني لدكتور حسام. عايز اقول لحضراتكم برضو ان تم الاعلان عن زيادة مراكز فحص الكشف السمعي للاطفال من عمر يوم وحتى 28 يوم، يعني في خلال الشهر الاول بقت 3500 وحدة صحية، دي منتشرة في مختلف انحاء الجمهورية. تم فحص 7000 طفل من غير المصريين المقيمين على ارض مصر، ده برضو في اطار هذه المبادرة، لان الامر مش قاصر بس على أولادنا يعني أطفالنا المصريين وحديثي الولادة، ولكن كمان على أي طفل أجنبي بيولد أو غير مصري يعني بيولد على أرض مصر. مرة تانية برحب بالدكتور حسام عبد الغفار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك يا فندم. أنا كنت بدأت أشك في ودني. لا لا يا أخبار الأرقام يا دكتور، الأرقام الحياة كبيرة، يعني 3.5 مليون ما شاء الله تم الكشف عليهم حتى الآن. يعني هي مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر وتشخيص ضعف السمع عند حديثي الولادة والأطفال، هي مش بس هي مبادرة ذات أهمية كبرى في مجال الصحة، لأن احنا بنعمل اكتشاف مبكر لمشكلة إن لم يتم علاجها مبكرا لتظل تؤثر على حياة الإنسان حتى وفاته، لكن لأننا أيضا بهذه المبادرة دخلنا كدولة مصرية في قائمة الدول القليلة الحقيقة على مستوى العالم التي يجرى فيها مسح لكل الأطفال الموجودين على أراضيها. فالمبادرة تقوم بالمسح السمعي لكل طفل اتولد على الأراضي المصرية زيها زي التطعيمات الإلزامية، مجرد ما بيروح عشان يتطعم أول تطعيم في الأسبوع الأول بيتم إجراء المسح في الوحدات الصحية، أكثر من 3500 وحدة صحية بيتم فيها إجراء المسح في خلال 28 يوم الأولانيين من حياة الطفل. إذا حصل أي نوع من أنواع عدم الاستجابة بيتم إجراء المسح مرة ثانية، إذا لا قدر الله كان في عدم استجابة ده لا يعني أبدا أن الطفل يعاني من ضعف السمع، لكن ده يعني أنه يحتاج إلى إجراء مزيد من الفحوصات التأكيدية أو الأكثر تعمقا، وده بيتم من خلال 30 مركز إحالة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية للتأكد من الضعف. الحقيقة من المهم أنه مجرد ما نتأكد من التشخيص يبقى في تدخل علاجي مباشر زي ما حضرتك قلت، إما من خلال تدخلات دوائية أو جراحية أو باستخدام المعينات السمعية أو بذراعة القوقعة. دول تقريبا اللي بينطبق عليهم الوضع اللي هم 21,000 حالة اللي حولوا للمستشفيات بعد الاختبار التاني. 21,000 دولت اللي تم تحويلهم، لكن ده لا يعني ان ال 21,000 ولا حتى نسبة 1% منهم هم فعلا مصابون بضعف السمع، لانه نسب الإصابة بضعف السمع الحقيقة صحيح احنا في مصر اكثر من بقيه الدول بسبب مشكله زواج الاقارب لكن برضه ال 21,000 دولت العدد اللي بيطلع ايجابي هو او اللي بتاكد من اصابته بضعف السمع اقل من كده بكتير. يعني هي لازم برضو اسال حضرتك على السكوتر، السكوتر الكهربائي اللي اعلنتوا عنه ان داخل الخدمه سكوتر كده لطيف بيركب عليه المسعف، بنعرض الصور بتاعته دلوقتي، سريع يقدر يمشي في الاماكن الزحمه لا قدر الله، لو في اي حاله طارئه يدخل بين العربيات يجري يطلع على كوبري، لو عربيه اسعاف مش عارفه توصل يقدر يطلع على الكوبري ويجري كده ما بين العربيات ومجهز وعليه الممرض، يعني حاجه لطيفه جدا يا دكتور حسام بصراحه. يعني هي الحقيقه انه الدراسات اثبتت ان توقيت تقديم الرعاية الإسعافية في حالات الحوادث والطوارئ في غاية الأهمية، وأنه أي تأخير في تقديم الرعاية الإسعافية في مرحلة ما قبل النقل للمستشفى يؤثر بشكل مباشر على معدلات الحياة أو معدلات الإصابة بإصابات وعاهات مستديمة. وبالتالي كان التوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان أنه يبقى فيه تحرك او اليه للتحرك السريع زي ما حضرتك قلت كده في الاماكن المزدحمه، في الاماكن لا قدر الله واحد ساعه عربيته على كوبري اكتوبر مثلا وجاله هارت اتاك ولا حاجه هتوصل له الاسعاف ازاي وهو قافل الطريق وراه؟ بالضبط، يعني بسبب بقى ازدحام الكثافات المروريه، بسبب ضيق الطرق،
في الاماكن السكنيه الحقيقه القديمه اللي كان فيها يمكن الشوارع ما تستحملش تحرك سيارات الاسعاف بشكل سريع. الحقيقه انه هذه الوسيله تستطيع ان تتحرك بسرعه جدا وهي مجهزه بشكل كافي جدا لدعم تقديم دعم للحياه لحين وصول سيارة الإسعاف. احنا شايفين فيها جهاز كده برضو يعني جهاز فيها جهاز صدمات فيها كل المستلزمات اللازمة لتقديم دعم الحياة. هي الحقيقة ينقصها عن سيارة الإسعاف هو وجود المونيتور وجهاز التنفس الصناعي. تمام. لكن غير كده هي بتقدم وبيتم تنفس صناعي بس مش إلكتروني يعني فيها الأمبو باج اللي بيقوم بدعم هي الزرقة ديت من خلال الاستخدام اليدوي. مظبوط. الحقيقه هي مضخه يدويه مجهز بكل الاجهزه الداعمه للحياه في الفتره التي كم سكوتر موجود او دخل الخدمه يعني؟ موجود وداخل الخدمه. احنا بنتكلم النهارده على 12 دخل الخدمه كمرحله تجريبيه. ان شاء الله يعني بعد ما يثبت نجاح التجربه وتقليل فعلا الوقت الاسعافي هيتم التعاقد على رقم يقرب من 100 ان شاء الله. طيب ده عظيم. لازم برضو اسال حضرتك على الفيروس الجديد الجديد لانج اللي ظهر في الصين اللي اسمه لانجيا. هل ده ظهر لكم حاجه عنه خصوصا ان هو يعني هو من عائله ثلاث ارباع المصابين في حالاتهم شديده يعني في الصين؟ يعني الحقيقه استاذ عمرو انه في بقى احنا بقى عندنا اشكاليه في نقل الاخبار. احنا بنطمن بس يا دكتور والله بنطمن بس وما زال هناك الكثير من الفيروسات التي كانت وتتظل وتظهر، لكن حقيقة لا يتم التعامل مع مثل هذه الاخبار الا من خلال التواصل مع الجهات البحثيه العلميه، واحنا في تواصل يومي مع منظمه الصحه العالميه ومع ضابط الاتصال في المنظمه يومي تواصل يومي يا دكتور. الاتصالات اليوميه وفي عندنا مسؤول في مصر بيسموها مصر المنظمه ضابط اتصال اللي مسؤول عن التواصل بشكل مباشر. الحقيقه لما يرد الينا ما يشير الى وجود اي نوع من انواع الاهتمام الوبائي بمثل هذا هذه الاخبار انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام ابو غفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. شكرا جزيلا لحضرتك واستاذنكم في فاصل قصير. في إطار مبادرة حياة كريمة تطلق المبادرة الرئاسية 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 أغسطس الجاري. القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدليات تتوفر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية. هذه القوافل تأتي استكمالاً لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، ففي عام 2021 تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 84,618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن بإجمالي استثمارات تجاوزت 700 مليار جنيه، وشملت تدخلات شاملة في كل جوانب الحياة كإقامة المشروعات الخدمية والوحدات والمراكز الطبية ومراكز الشباب وتوصيل الغاز والمياه وتبطين الترع وإحلال وتجديد المدارس وغيرها من الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطن المصري. من مصر محمد الجباس. في العاشر من أغسطس عام 1793 افتتح متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو الذي يقع على الضفة الشمالية لنهر السين ويعد أكبر صالة عرض للفن عالمياً وبه العديد من الآثار المصرية. اللوفر يضم ساحات عرض واسعة تضم تحف ملكية منحوتة ولوحات فنية باهظة الثمن معلقة على الجدران. والمتحف شيد في البداية كقلعة بناها فيليب أوغوست عام 1190 حتى تحول إلى قصر ملكي
عرف بقصر اللوفر وسكنه العديد من ملوك فرنسا. وينقسم متحف اللوفر إلى عدة أجزاء حسب نوع الفن وتاريخه، ويضم أكثر من 1,000,000 قطعة فنية سواء كانت لوحة زيتية أو تمثال، كما يحتوي على مجموعة رائعة من الآثار الإغريقية والرومانية والمصرية ومن حضارة بلاد الرافدين العريقة، والتي يبلغ عددها 5,664 قطعة أثرية، بالإضافة إلى لوحات وتماثيل يرجع تاريخها إلى القرن 18 الميلادي. حيث وصله في الفترة ما بين 1852 و 1868 ما يقرب من 9,000 قطعة من تماثيل ومنحوتات وأوعية ذهبية وقطع محنطة عديدة، ويتم عرضها حاليا في المعرض، حيث يوجد به قسم الشرقيات ومصر القديمة والحضارتين اليونانية والرومانية. من مصر، طارق أحمد. يعني قادته الظروف والمناسبات يعني، وراح متحف اللوفر في باريس وزار الجناح المصري، حاجة عظمة، حاجة حقيقية عظمة. الآثار المصرية الموجودة فيه كبيرة جدا، والجناح المصري والقسم المصري بمختلف بقى الحقب التاريخية والحضارات والآثار المعروضة في الجناح المصري، حيا عليها إقبال كبير جدا من الزوار في اللوفر. قطع أثرية مهمة جدا معروضة هناك، خصوصا في الجناح المصري. وطبعا يعني الهرم الزجاجي اللي في الباهو بتاع اللوفر ده حاجة قصة تانية لوحده، حجر رشيد، التوابيت، الأثار في حتى أثار الحقيقة ونقوش وحاجات نادرة جدا موجودة هناك من الحضارة المصرية القديمة في اللوفر، وأمور كتير جدا نبحر كده فيها ونعرف كده مع حضراتكم اللي ما راحش، واحنا بنعرض الصور دي والمقاطع دي، نعرف ايه ابرز الحاجات المصريه الموجوده في اللوفر، بمناسبه يعني ان هو افتتح زي النهارده 10 اغسطس سنه 1793. برحب بدكتور مجدي شاكر، كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. دكتور مجدي، مساء الخير، اهلا بحضرتك. كل التحيه لحضرتك استاذ عمرو، ومشاهدين حضرتك، وعايز اخد من كلمه حضرتك عظمه هذا المتحف. احنا عايزين يا فندم مصر تستفيد من عظمه هذا المتحف، وزي ما حضرتك شفت الزوار كتير جدا. احنا قدم قسم في متحف اللوفر يعني من 1826 من عهد الملك شارل العاشر، واحنا عندنا تخيل حضرتك فيه اكتر من 50,000 قطعه. يمكن اهم، بس عشان نستعرف ايه اللي موجود، اهم حاجه عندنا هناك طبعا، يمكن معروف ان فرنسا من اكتر الدول اللي يمكن ساهمت في الحضاره المصريه، ومعروف ان ماسبيرو وماريت دول مؤسسين يعني مؤسسين جدا، وكفايه شامبليون طبعا هو فك رموز حجر رشيد. وعلى فكره 27 سبتمبر هنحتفل بمرور 200 سنه على فك رموز الحضاره المصريه. فاحنا عندنا متحف مهم جدا، والحضاره طبعا فرنصا لها ايدي بيضاء كتير على المصريه، ويكفي ان لها 40 بعثه بتشتغل في الاثار المصريه في مصر، عندها 3 معاهد علميه مهتمه بالاثار والتراث. فرنسا يعني مهتمه جدا، ولكن الجناح بتاعنا أكثر من 50,000 قطعة، بيسموا القسم المصري بالجناح الأسطوري. يمكن أشهر حاجة موجودة فيه هناك زودياك دندرة، هذا يعني اللي هو بيعتبر أول خريطة للسماء، بيحدد الأبراج كلها، الأبراج الفلكية، وهم للأسف خدوه. ده من تعرف حضرتك محمد علي كان يريد أن يبني مصر الحديثة، فللأسف فرط في تاريخ مصر القديمة، فبدأ طبعا يرضي فرنسا وإنجلترا، فكانوا اللي عايزين بياخدوه. وأشهرهم طبعا المسلة اللي هي موجودة في ميدان الكورد، في تمثال الكاتب طبعا، تمثال مهم جدا، يمكن عرض التقرير من اهم تماثيل الكاتب، احنا ما نعرفش اسمه لكن موجود عندنا. تمثال احد الملوك اللي هو جوزيف راع، لما انقذت فرنسا او ساهمت في انقاذ اثار النوبه، خدت تمثال للملك اخناتون. في عندنا برضه تمثال لاخناتون ونفرتيتي موجود في هذا المتحف. فالمتحف بيضم كبير يعني مجموعه جديده من الاثار المصريه، ويمكن المتحف بيحصل حوالي 1,000,000,000 يورو سنويا. احنا عايزين بقى استاذ عمرو من خلال برنامج حضرتك ان يكون هناك نداء دولي ان الاثار المصريه تدخل في نطاق الملكيه الفكريه. نتمنى زي ما كده حضرتك بتقدرش تذيع اغنيه او موسيقى لان يقول لك ملكيه فكريه، نتمنى ان تكون اثارنا المصريه داخله في مسمى في الملكيه الفكريه، وان احنا ناخد عائد من دخل هذه المتاحف
حتى في صورة منح، في صورة دراسات، في صورة ترميمات، نستفيد من ده حضارة المصرية. لأن حضرتك المتحف اللوفر الناس ما تعرفوش حوالي 13 كيلو، يعني حضرتك عشان تلف جواه تقعد 3 أيام، في أكتر من مليون قطعة، فما فيش حد يقدر يزور متحف اللوفر في يوم واحد. بقول لحضرتك 13 كيلو، القسم المصري اكبر قسم هناك، يعني تخيل حضرتك احنا عندنا اكتر من 55 الف قطعه، عندنا 4500 متر على مساحه 4500 متر، فطبعا في قطع نادره وعجيبه للحضاره المصريه. انا بقول لك عجيبه زودياك نضندره اللي مش موجود في الدنيا كلها، لان صح. اول خريطه للسماء، واذا ورخنا علم الفلك واي وكاله، حتى وكاله ناسا تقول لك زودياك نضاره ده شيء مبهر وعظيم طبعا. وبالتالي احنا عندنا اثار مهمه جدا في هذا المتحف، ويمكن المتحف ده لو شلنا منه الاثار المصريه رغم ان موجود فيه من ايران واليمن والعراق، وفي اثار من اليونان وايطاليا، وطبعا لوحه دافنشي المشهوره الموناليزا، ولكن صدقنا حضرتك يظل القسم المصري هو الابرز والاهم. وعارف عندك فرنسا مبهوره وعندها هوس بالاثار المصريه، واكيد حضرتك متذكر رحله الملك رمسيس الثاني لما راح هناك، الرحله المشهوره للموميا بتاعته. حضرتك تتذكر كمان ان احنا كان لنا معرض اسمه الهوس بالاثار المصريه، وكان اكبر معرض اقيم في متحف اللوفر. وبالتالي نريد ان نستفيد من العائد او نستفيد من اثارنا اللي موجوده هناك، ونتمنى ان احنا نستغل هذا الزخم. لكن هذا المتحف يعني انا مثلا يعني هتخيل وهسال سؤال افتراضي، احنا المتحف المصري الكبير يعني، واحنا ان شاء الله يعني قريبا يتم افتتاحه، وفي يعني كنوز تعرض لاول مره للعالم كله، هل مثلا ممكن في شراكات، هل ممكن في بروتوكولات تعاون مثلا مع اللوفر، ان قد يكون مثلا بعض القطع اللي في اللوفر ليه ولو حتى تيجي تعرض مثلا في المتحف المصري الكبير، هل ده موجود؟ او حتى بالعكس بما يعني في اطار التبادل، يعني اللي هي المعارض الوقتيه او اللي ليها اطار زمني. هو هيبقى في ان شاء الله في المتحف الكبير جناح للمعارض المؤقته، ونتمنى ان يكون في شراكه. عارف حضرتك في متحف اللوفر موجود فين دلوقتي؟ في دوله الامارات، ومؤجر يمكن مؤجر بحوالي 26 مليار جنيه مصري، فاحنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا. فرنسا طبعا في مصر يعني ممكن الفكره بتاعت حضرتك، لان زي ما قلت حضرتك في 40 باسه اثار مصريه بتشتغل في كل مصر، حتى الاثار الغرق، ويمكن اهم اكتشاف ليهم يعني قريبا. اكيد نتيجه لده ممكن ما يعرضوش، ولكن هل احنا طرحنا؟ هل في اي فتره زمنيه طرحنا عليهم؟ والله احنا بنراهن على عوده اثارنا المصريه الموجوده في هذه المتاحف. لكن عارف حضرتك ما برضه يا فندم اكيد عمره ما هيفرط في الزودياك بتاع دندره. تماما عمره ما هيفرط فيه. هو للاسف ما برضوش يخرجوا اثارنا او يودوها طبعا في معارض، بتبقى شيء صعب جدا. يعني مثلا معروف ان حجر رشيد اللي هو اثارنا لم يخرج بره انجلترا ولا مره، وطالبنا بيه كتير، حتى قلنا لهم لمده 3 اشهر ولم يخرج الا مره واحده المتحف اللوفر. فعشان تخرج اثار من هذه المتاحف بيبقى صعب جدا جدا، لان المتاحف دي لها قواعد وقوانين، ويعني هي مستقله تماما، وبالتالي يعني في صعوبه. انما نتمنى ان بعض اثارنا اللي هي موجوده هناك، زي ما قلت لحضرتك الاثار المهمه اللي هي موجوده هناك، نتمنى ان اولادنا يشوفوها، يعني لان مهم جدا ان احنا نعرف مش كلنا هنروح باريس ومش كلنا هنروح متحف اللوفر. انا بقول والله في البدايه اللي قدر ليه ان هو يروح اللوفر والجناح المصري هناك حاجه يعني خيال. يعني احنا ان شاء الله متحفنا يا استاذ عمرو باذن الله هيبقى افضل متحف للور. وعارف حضرتك ان السيد الرئيس يعني قال احنا عايزين احدث وسائل العرض، وان شاء الله متحفنا يعني هو المتحف للور يعتبر ثاني متحف بعد المتحف المصري في عرض الاثار المصريه، لكن متحفنا ان شاء الله هيبقى الاضخم والاكبر والاهم، ويكفي فخرا ان في مجموعه توت كامله. ولكن انا نفسي نستفيد من اللوفر يا استاذ عمرو، لان بقول لحضرتك بيدخل مليار يورو سنويا، التذكره بتاعته ب 15 يورو بيخش اكتر من 5 مليون في السنه، فانا نفسي نستفيد من العائد الاقتصادي من الدخل بتاع متحف اللوفر، نستفيد منه جزئيا. وده وارد يا فندم، يعني الملكيه الفكريه الحضاريه دي وارده ان انا اخد عوائد من اثار موجوده بره. طب ما في اثار ما بتجيبش عوائد بره، زي مساله الكونكورد مثلا محطوطه وخلاص، وفي زيها في اماكن كتير في العالم يعني، وفي ايطاليا وفي امريكا بس هي عامله للميدان بهجه. يعني حضرتك لو شلت المسله من ميدان الكونكورد اعتقد هيفقد كثير من بريقه، وبالتالي حتى اللي بيروح يزور هذا الميدان، وانت عارف حضرتك في على مش مهم زياره الاثر، لكن حوالين الاثر حضرتك دلوقتي في حاجه اسمها الاستثمار الثقافي، بتعمل منشآت وبتعمل مبيعات وبازارات طبعا، وبالتالي بتستفيد من هذه الاماكن. فاحنا نتمنى من نستفيد من هذا الموضوع، ونتمنى طبعا لان فرنسا معروف ان هي دوله داعمه كتير لمصر سواء في المواقف السياسيه او الاقتصاديه، ولها باع كبير جدا في الاثار المصريه. بقول لحضرتك اكتر من 40 بعثه بتشتغل في مصر، 3 معاهد ابرزهم طبعا المعهد اللي موجود الاثار الشرقيه في المنيره، بيشتغلوا في كل الاماكن حتى الاثار الغارقه، معروف ان هم لهم ايد كبيره. فرانك جودي شغال في اسكندريه ومطلع اثار مهمه جدا، برديت وادي الجرف اللي هي
اكدت لنا ان يعني بناء الهرم الاكبر تم على يد مصريين تماما، واثبتت هذا الموضوع برضه بعثه فرنسيه، فرنسيين من اول ماسبيرو ومارييتو، وعارف حضرتك احنا مبنى تلفزيون متسمى على ماسبيرو، هذا راجل فرنساوي، وعندنا شارع مهم جدا ماريت باشا برضه متسمى على اسم راجل فرنساوي، كان هو اول الناس دي مسكت اول مدير المتحف المصري بتاعنا، وبالتالي في علاقات كبيره جدا في مجال الاثار والسياحه. يكفي ان السيد الوزير بتاعنا خريج جامعه السربون، وبالتالي يعني يفهمهم كويس جدا، يعني ان شاء الله في المستقبل الله. اعتقد ان هيتم ايه في يعني تبادل في هذا المجال باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. بنفتح النهارده مع حضراتكم ملف مهم جدا، هو ملف المكملات الغذائيه وتجاره المكملات الغذائيه. يعني اصبح شيء طبيعي جدا او شيء معتاد جدا، حضرتك تدخل اي صيدليه عشان تجيب اي دواء، فبتلاقي الطبيب او الصيدلي واقف ورا الازاز، ولكن الازاز ده كله مكملات غذائيه. مكملات غذائيه معظمها اجنبي يعني او معظمها مستورد. ده غير مكملات غذائيه بقى تانيه تلاقيها بتاعه الرياضه وبتاعه الناس اللي بتروح الجيم وما الى ذلك. يعني حجم تجارة المكملات الغذائية في مصر يعني حوالي مليار جنيه تقريبا. يعني فترة كورونا عملت رواج كبير جدا في مسألة المكملات الغذائية، طبعا الناس كانت عايزة ترفع المناعة. حجم الانتاج المحلي بنتكلم في حوالي 50%، وده رقم معتبر. يعني حصل توطين لصناعة المكملات الغذائية، في حوالي 20 مصنع مرخص في مصر لإنتاج المكملات الغذائية، في 20 او في حوالي 50 مصنع ادويه مسموح ليها كمان ان هي تنتج مكملات غذائيه، في 10 مصانع تحت الانشاء حاليا وبتاخد الترخيص من هيئه سلامه الغذاء. ولكن محتاجين نعرف ايه الضوابط الخاصه بالمكملات الغذائيه سواء المستورده او المحليه، خصوصا ان في نسبه كبيره جدا من هذه المكملات بتتباع على الانترنت، محدش عارف دي راحه منين ولا جايه منين. بنلاقي بعض كده القنوات الصغيرة بتعرض بعض المكملات الغذائية، يعني اللي بتضخم من الأمر جدا جدا، وللأسف في ناس كتير من أهالينا ومن الشباب بيقبلوا عليها، محدش عارف إيه هي الأضرار بتاعتها أو إيه هي الأكواد أو الاعتمادات اللي هي قايمة عليها، واخدة اعتماد من مين، واخدة موافقة من مين. ولكن ده مجال كبير حابين نفتحه مع حضراتكم. تنتشر في كثير من الصيدليات ومواقع الإنترنت بعض المكملات الغذائية والعلاجات التي يزعم مروجوها أنها فعالة، ويلجأ البعض إليها رغبة في تعزيز بنيتهم الجسدية، فهل حقاً يمكن الاعتماد عليها؟ هل هي فعلاً ضرورية للرياضيين؟ أم إنها موضة تناولوها سواء إنها بودرة أو عقار؟ يفضل العديد من المراهقين والشباب اللجوء للطرق السريعة لبناء عضلات أجسامهم عن طريق استخدام المكملات والحقن والحبوب الرياضية، بل يفضلونها على التدريب على الأجهزة الرياضية والتغذية السليمة. هذا التوجه المتزايد بين الشباب يحمل معه العديد من المخاطر الصحية والنتائج غير المرغوبة فيها، وهناك في الغالب اعتقاد بأن المكملات التي تصنعها أسماء كبيرة تكون آمنة، شريطة اتباع تعليمات الاستخدام المدونة على المنتج بمعرفة المصنعين وفقاً لأطباء، إذ أن تناول جرعات مبالغ فيها من هذه المنتجات أكثر من الكميات الموصي بها يشكل خطراً على الصحة. وبينما يتخلص الجسم في أغلب الأحيان من الكميات الزائدة عن حاجته من المواد الغذائية التكميلية، قد يشكل الإفراط في هذه الأقراص خطراً على الجسم، إذ قد تتحول إلى مواد سامة تضر الكبد على وجه التحديد، وهو العضو المسؤول عن تنقية الدم من المواد السامة التي قد تدخل إليه. يعترف بعض الخبراء بالأثر الصحي الإيجابي لبعض المكملات الغذائية. المكملات الغذائية ضرورية أيضاً لمن يتبعون أنظمة غذائية قاسية ومن يعانون من الأنواع المختلفة من الحساسية، ولكن لم تظهر أي أدلة على الفوائد التي يحصلها القلب والقوى الدماغية من المكملات. وكشفت تجارب علمية أن الفوائد المزعومة لصحة القلب ضعيفة، وعلى أحسن تقدير يقول العلماء إنه يجب أن يحصل الناس على إرشادات من خلال الاطلاع على الأدلة العلمية التي تدعم فوائد أي نوع من أنواع المكملات الغذائية قبل تناولها، مع الحرص على الاطلاع على أي تحذير
قد يكون مدونا عليها. من مصر محمد الجباس. برحب بدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية. دكتور محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ عمرو، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. يعني ممكن حضرتك بداية توضح لنا إيه هي المعايير اللي على أساسها الإنسان يكون متاح لي إن ياخد أو يجب إنه ياخد مكمل غذائي من عدمه؟ تمام. السؤال ده مهم جدا عشان نوضح هو ايه مكمل غذائي. تعريف المكمل الغذائي هو ليس غذاء وليس دواء، هو في حته في النص. بمعنى ايه؟ الانسان طبيعي عشان يؤدي وظائف الحيويه بتاعه جسمه بيحتاج بعض الفيتامينات والمعادن، الاحماض الامينيه، البروتينات، الكربوهيدرات، اي ما يكون. طبيعي الانسان بيحتاج جرعه معينه يوميه عشان يقوم بوظائف الحيويه بتاعه جسمه. طيب بيحصل احيانا يا استاذ عمرو ان الانسان بيحتاج جرعه زياده شويه. ده بيحصل امتى؟ بيحصل مثلا في حاله ان هو بيبقى انسان رياضي زي حضرتك ما تفضلت في التقرير بتاعك في الاول، ان بعض الرياضيين بيحتاجوا جرعات زياده شويه عشان يقوموا بنشاط حيوي زياده شويه عن الطبيعي، فهنا بيحتاج جرعه زياده شويه من المكملات الغذائيه. في قطاع تاني برضو زي الحوامل او المرضعات، عشان برضو البيبي وتربية الطفل أي ما يكون بيحتاجوا برضو جرعة زيادة شوية من بعض المواد الغذائية، ما بيقدروش ياخدوا كفايتهم من الأكل الطبيعي، وبالتالي بياخدوا الزيادة دي عشان يوفوا بكده. في ناس تانية قطاع تاني عنده نقص زي الأنيميا، أطفال مثلا عندهم مشكلة في الأنيميا، بعض السيدات أو بعض كبار السن عندهم مشكلة هشاشة عظام، فمحتاجين بعض المواد نتيجة النقص اللي عندهم عشان نرجع ده للطبيعي بتاعهم. فهي بتساعد في مد الجسم ببعض المواد الغذائية الضرورية للعمليات الحيوية بتاعة الإنسان. ده بسرعة كده مفهوم المكملات الغذائية، حتى جاي اختارت الأمر على بعض السادة المشاهدين إنها دواء. لا، هي مش دواء وفي نفس الوقت هي مش غذاء، هي في منطقة في النص بتدعم علاج، بتدعم ممكن في بعض الأحيان بعض الحالات المرضية، ولكن ليست بديلا عن الدواء وليست بديلا عن الغذاء. المكملات الغذائية وسوق المكملات الغذائية مليار جنيه، شايف ازاي الرقم ده دكتور محمد؟ وحنا بنتكلم على شعب ما شاء الله يعني 120 مليون نسمة، وفي شريحة كبيرة من الشباب ومن الأطفال اللي محتاجين ده، شايف الرقم ده ازاي؟ الرقم ده رقم معقول جدا بالنسبة لتعداد مصر زي ما حضرتك تفضلت، واعتقد ان هو في زيادة مترادفة في الفترة اللي فاتت. اصبح في وعي مصري وفي وعي عالمي بعد أزمة كورونا طبعا زي ما حضرتك تفضلت برضو في المقدمة. زيادة المناعة بقت مهمة جدا، بقى في وعي بأهمية المكملات الغذائية في حياة الإنسان العصري عموما، فهذا الرقم قابل الزيادة في الفترة الجاية، وبالذات أن في توجه كبير بعد وجود هيئة صيانة الغذاء وتبنيها ملف المكملات الغذائية بنجاح في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، أن يبقى في إن شاء الله زيادة في هذا الرقم وتوطين لصناعة المكملات الغذائية في مصر إن شاء الله. هل تجارة المكملات الغذائية إنجاز التعبير يعني في كلمة تجارة، هل بيشوبها شيء من الفوضى، جزء من الفوضى، هل تحتاج إلى تنظيم أكتر؟ أكيد دي لا خلاف عليها، بس أحب أطمن حضرتك إنها غالبا بتعامل من الناحية التجارية معاملة الأدوية، يعني بتباع في الصيدليات، بتباع من خلال قنوات شرعية وعلى الإنترنت طبعا زي أي تجارة، حتى للأسف في بعض إعلانات التلفزيون للأسف. دي نتمنى انها تنتهي تماما، واحنا ضد ده، لان يعني بتبقى بعض الحاجات اللي بتتباع على اعلانات على الميديا او على السوشيال ميديا والتلفزيونات اللي هي بعض القنوات معينه بتبقى مجهود المصدر اساسا، وبيبقى عليها ادعاءات دوائيه مش ادعاءات غذائيه، بتبقى الموضوع مبالغ فيه زياده شويه من باب ان احنا نكسب فلوس وخلاص. فده طبعا انا ضده تماما ولا اشجعه، انما القنوات الشرعيه اللي موجوده تقريبا 99% من المكملات الغذائية بتعامل معاملة الأدوية في عملية التجارة بتاعها. الشق المحلي حضرتك شايفه ازاي؟ يعني احنا بنتكلم الرقم اللي انا قلته حابب اتاكد منه من حضرتك، الانتاج المحلي حوالي 50%، شايف الرقم ده يا دكتور؟
الرقم ده يعني الحمد لله هو رقم سعيد جدا، لان احنا لفتره كبيره كان سوق المكملات الغذائيه المصري ضعيف جدا، وكنا بنعتمد على الاستيراد، وللاسف الشديد احيانا كان بيبقى تهريب كمان نتيجه ان مفيش صناعه وطنيه للمكملات الغذائيه. فالفتره اللي فاتت الحمد لله ازدهرت الصناعه الوطنيه، وابشر حضرتك انها ازدهرت جوه مصر، وده قلل شويه ان احنا نستورد مكملات، وفر عمله صعبه للشعب المصري كان بتستهلك في بعض هذه المكملات. الحمد لله بتوطين الصناعه بدات الجوده هنا ما تقلش عن الجوده اللي موجوده في اوروبا وامريكا، بتضاهيها بقوه جدا، وفي مصانع للدرجه حضرتك ذكرتهم، ومصانع تانية جايه في الطريق. يعني في ناس واكد لحضرتك يعني في ناس مثلا تطلب، اكيد حضرتك طبعا عارف ده، واكيد زي يقول لحضرتك ايه لو انت جاي من الدوله الفلانيه مثلا هات لي علبه كذا مثلا، يعني او علبتين ثلاثه كذا المكملات الغذائيه المعروفه مثلا بره. هل احنا بقى عندنا حاجات زي كده مصريه؟ بنسبه تكاد تكون 75% من جميع انواع المكملات الغذائيه اللي كانت بتيجي من بره مصر حاليا في امكانيات تصنيعها بنفس الجوده جوه مصر. في مجموعه صغيره لسه النو هاو مش متوفر في مصر، بس في الطريق. ليه ما بشوفش ده في انا مع حضرتك، ولكن ليه ما بشوفش ده في الصيدليه؟ يعني ليه دايما بشوف اللي عرف، انا مش عارف اشوف عيون الصيدلي، انا مش شايف وشه من كتر الادويه المستورده، العلب الاجنبيه اللي حضرتك عارفها، ليه انا مش عارف اشوفه؟ فالفكره ليه ما بنشوفش المنتج المصري ده؟ هو ده شيء يرجع للصيادله اللي بيعرضوه ازاي، وانا اساسا صيدلي، فاتمنى منهم ان هم يشجعوا الصناعه المحليه ويظهروها وتاخد وضعها، maybe something يعني تجاري شويه، المكسب هنا اعلى شويه، يعني مكسب المستورد اعلى، مكسب المكمل المستورد اعلى من مكسب المكمل المصري بدون شك بدون شك. فنتمنى مع استمرار رفع الكفاءه في الانتاج المصري والجوده في الانتاج المصري، ان شاء الله باي تايم اؤكد لحضرتك ان الصوره اللي حضرتك بتذكرها دي مع الوقت هتختفي او هتقل ان شاء الله. الرقابه اللي عايز اسال حضرتك على الرقابه، اكيد انتوا ليكم تواصل مع الجهات الرقابيه في بعض مثلا الجيمات أكيد. مثلا ما الجيمات دلوقتي بتبيع مكملات غذائيه ما حدش عارف دي متعبيه فين، واذا كانت سليمه ولا مضروبه، وناس كتير بتقول لحضرتك ايه لا خد بالك ده ممكن يكون مضروب، ودي ممكن تعمل مشاكل صحية غاية في الخطورة للشباب والأطفال كمان اللي بدأوا يعني ياخدوها عشان يعني يعملوا كتلة عضلية. شايف الرقابة دي ازاي، سواء باللي على الأرفف اللي على الإنترنت اللي على بعض القنوات اللي في الجيمات، شايف الرقابة دي ازاي، وانتوا كصناعات يعني غرفة صناعات غذائية بتتعاملوا مع ده ازاي؟ من أخطر الملفات في المكملات الغذائية هي موضوع الجيم والرياضيين، من أخطر الملفات، فحي حضرتك إن فتحت الملف ده، لأن للأسف الشديد في جزء تهريب كبير قوي، وهذا الجزء غير مسيطر عليه وغير مراقب، وللأسف الشديد الأماكن دي مفيش عليها جهات رقابية واضحة إلا من وقت للتاني، وبتبقى غالباً جهاز حماية المستهلك أو كده، إنما مثلاً في هيئة صيانة الغذاء بتقوم يعني بمنظومة من الرقابة أو المحليات أو كده، فدي حاجة أتمنى اختفائها، لأن للأسف الشديد وجدنا كتير بيقعوا ضحية الإدمان على الحاجات دي، مجهولة وبأسف الشديد بحماسهم اللي هو لاواعي بيبدأوا يستخدموا الحاجات دي بكميات كبيرة تضر بصحتهم بدل ما تفيدها. فهذا الأمر يجب أن يقنن، يجب أن تكون الرقابة هنا غير كافية، وأضم صوتي صوت حضرتك أن الرقابة هنا لازم تشدد على هذا القطاع الرياضي من المكملات الغذائية، وتتباع برضو مش ما تتباعش بس بطريقة مقننة وبطريقة رشيدة عشان ما تستخدمش بزيادة، وبالتالي شبابنا وولادنا يقعوا أكيد ضحايا حاجة زي كده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. وأستاذ حضراتكم نخرج إلى فاصل سريع. برامج تدريبية وتعليمية متطورة يتلقاها الكوادر الأمنية الأفريقية داخل المنشآت التدريبية والتعليمية الأمنية المصرية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم القدرات الأمنية للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبهم. من هذا المنطلق
استضاف مركز بحوث الشرطة 133 كادراً أمنياً أفريقياً تلقوا برامج تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني مواكبة لأحدث المستجدات. الدورات التدريبية جاءت بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة لدعم قدراتهم الأمنية بأسلوب علمي متطور على يد نخبة من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الأمنية عمليا ونظريا. We'll be having classes on how to look out for traces, how to detect traces from the scene, and how to look out for contact at the crime scene. We've also been taken to the labs to get a first-hand experience of how to examine these traces collected at the scenes. اكتسبنا مزيد من المهارات، مزيد من العلوم، مزيد من المعرفة المتطورة والمتقدمة التي تؤهلنا أن نكون سفراء لكم إن شاء الله عند عودتنا إلى ديارنا. Le laboratoire scientifique avec ces différents experts, j'ai été également impressionné par le haut niveau de préparation de ces experts. المتدربون من الكوادر الأمنية الأفريقية أثنوا على البرامج التدريبية الأمنية المصرية وعلى المدربين ومهاراتهم واحترافيتهم، مؤكدين على دور تلك البرامج في رفع كفاءتهم الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن في بلدانهم. Je suis satisfait de l'opportunité de participer à ce stage qui m'a permis d'acquérir des connaissances nouvelles en ce qui concerne la détection et la manipulation des explosifs. À cela, cette formation nous a été bénéfique. Elle nous a permis d'acquérir les capacités et les connaissances en matière des engins explosifs improvisés, notamment la manipulation, la détection et la destruction de ces engins explosifs improvisés. The knowledge acquired here will be distributed to my Mauritian comrades, and this course will help us in my career. Different skills, different tactics in weapon training, tactics, and so on, many disciplines. We have learned how to handle the weapon with care, fight in a built-up area, fight in an open area. They are professionals in their own fields, and we must appreciate what they are doing, and we thank them sincerely. So I would like to use this medium to thank the Egyptian government for organizing this in collaboration with the Egypt Police Academy. عقب انتهاء الدورات التدريبية أقيمت احتفالية للكوادر الأمنية الأفريقية بمناسبة تخريجهم مع تكريم أوائل المتدربين. They have given to us. I thank the police academy for the provision they have made to us, the environment, the comfort, the effort they have put together to make sure that we have this course. And finally, I have to thank the Minister of Foreign Affairs. It's been interesting. And this cause is worthwhile. D'abord, je remercie tout le peuple égyptien et son président, son excellence Abdel Fattah al-Sissi, les autorités de l'Académie de police égyptienne qui nous ont conduits tout le long de ce stage. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية. أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. يتم حاليا الاستلام للوزارات والجهات بالحي الحكومي مع التشغيل الجزئي للخدمات ل33 وزارة وجهة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية ل 963,700 متردد على مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين. أعلنت صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي إطلاق دوري السوبر الإفريقي خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك بمدينة أروشا بتنزانيا. ينتظر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس 2023 بمشاركة 24 فريق، وبإجمالي جوائز يقدر ب 100 مليون دولار، على أن يحصل البطل على مبلغ 10 ملايين دولار. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس ارتفاع ملحوظ في الرطوبة النسبية على مدار اليوم، ويزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على بقية الأنحاء. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وجي معاد فقرتنا الأسبوعية مع الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طوغان عشان نقلب معاه في السوشيال ميديا وأهم ما انتشر على السوشيال ميديا خلال الأسبوع. يا أستاذ وليد مساء الفل يا عمرو العزيز، ازيك؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله. حديث السوشيال ميديا الثانوية العامة طبعا، يعني الثانوية العامة أكيد الحديث اتغير، بس الملاحظة إن الحديث اتغير الأسبوع ده أو السنة دي، في شباب كتير بدأوا يتكلموا عن محاور تانية، صورة أكتر إشراقا، تبدأ بيعني ثلاث محاور اتكلموا عليها الأسبوع ده، المجموع مش كل حاجة. الشيء التاني اتكلموا برضو على نقطة مهمة يا عمرو، هي كيفية استقبال الأسرة للمجموع اللي مش موفق قوي في رأي الأسرة، يعني مش عالية، اللي هي مش عالية اللي هو مش موفق قوي، اللي هو الأسرة شايفة ان ينهار أبيض ما جابش بتاع، اللي هي الفكرة القديمة. المحور الثالث وده شيء مهم برضو يا عمرو قوي، بدأوا يتكلموا عن الشباب، بيتكلموا عن سوق العمل وايه الكليه المناسبه، والكليه المناسبه ما مش هي كليه القمه والقاع، يعني في دول الثلاث محاور المهمين. الكليات الجديده اللي فتحت، الكليات الجديده، الشغل اللي انت محتاجه، انت عايز اتخرج بالكليه اشتغل ايه، يعني الفكره اصبحت اشتغل ايه او هقدم ايه او هدرس ايه مناسب لسوق العمل. كانت فكره سوق العمل دي في سوق فكره ضبابيه عندنا من 10 سنين، يعني كانت الشهاده هي الضمان. طبعا انت بتتخرج، انت بتذاكر في ثانويه عامه علشان ادخل كليه قمه، وهي كانت فكره كليه القمه دي بدات تتغير، او السنه دي عند الشباب بدات تتغير، وناقص طبعا في اسر مهمه يا عمرو، ان مهما حصل، يعني التاكيد على ان مهما حصل من دعم وتغيير في سياسات التعليم، الصورة دي مسألة تبادلية، الدولة هتعمل أنظمة جديدة، الدولة هتغير نظام التلقين، الدولة هتغير، بس الأسرة أو الأب والأم أو المحيط بتاعي بيفهمني إيه؟ مهما عملت الدولة وإنت المحيط بتاعك أو المحيط بتاع الطالب بيفهمه حاجات خزع، يعني خرافية، خزعبلات، الأفكار القديمة، الأفكار اللي هي مش ما بقتش مواكبة للزمن. تأكيد لكلامك والله، يعني لسه كان في حوار ما بين حد زميل وما بين بنته جايب مجموع 85%، فهو عايز يدخلها صيدلة. طبعا هي بتقول انا عايز ادخل فنون تطبيقية مختلفة تماما، وتصميم وديزاين ومعرفش ايه وبتاع، فهو بيقول لا ان شاء الله لو جامعة خاصة وادفع واخد بالك، فحين عايزه فنون تطبيقيه لان هويتها فنون تطبيقيه، فالولاد هو الجيل القديم لسه متمسك بكليات القمه، يعني متمسك بكليه القمه، والفكره دي هتاخد فتره عقبال ما تتغير في الجيل القديم بالاجيال القديمه، لان هم كان طبعا احنا ظروفنا مختلفه او ظروف جيلنا مختلفه، والاجيال اللي قبلنا ظروفها مختلفه، المجتمع كان مختلف، والمجتمع كان اكتر انغلاقا. يعني انت النهارده عندك يا عمرو في حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، دي داتا، يعني مصر عندك الاقتصاد الاخضر، يعني مصر بتتقدم بتسارع نحو الاقتصاد الاخضر، بالضروره عمل مهن وحرف وعمل وظائف مختلفه تماما عما كان يعلمه جيلنا. طب عندك مثلا كليه زي كليه الزراعه،
انت بتعمل تقريبا 6 مليون فدان، يعني بالضروره كانت كليه الزراعه في المفهوم القديم من الكليات اللي هي لما تجيب مجموع يعني قليل شويه بيبقى قدامك فرصه لكليه الزراعه وما كانش عليها. انا شايف ان كليه الزراعه من الكليات المهمه الان على قدر كبير من الاهميه، لانك انت المستقبل جاي فيه ما يتعلق بالزراعه. كم المساحات اللي بيتم استزراعها الان بالضروره عايزه طاقه رهيبه من المهندسين. ده ظهر مهندسين الزراعيين، ده ظهر في تفكير كتير من الشباب. مهم كليه المصايد والاسماك اللي في كفر الشيخ مثلا، رحنا صورنا في بركه غليون. الشباب القائمين على المعامل بقى، المعامل الحيويه اللي هي انتاج الزريعه وانتاج الزريعه وشابات وشباب من خريجين الجامعه بتاعت كفر الشيخ اللي هي موجوده جنب بركه غليون، اللي بتخرج لهم الطلبه والخريجين. تخصص جديد السوق محتاجه، مش السوق محتاجه بس، قيمه العمل يا عمرو. انا بقدم، انا عندي فرصه ان انا ادي في مجال انا فعلا باخد عليه اجر وبربط بيه بخدمه. دراسه هذه المجالات مهمه جدا. في نقطه مهمه كمان يا عمرو، انك في اطار الاهتمام بفكره الثانويه العامه بيظهر اهتمام كبير بمساله التعليم الفني. يعني اصبح ضمن الافكار اللي لازم نغيرها ان مش كله ثانوي عام ثانوي عام ثانوي عام، في شيء اسمه تعليم فني، تعليم صناعي وتعليم زراعي وتعليم تجاري. ده بيرتبط برضو بفكرة الإتاحة الكبيرة اللي عملها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. يعني الفكرة هو رقم واحد إن المجموع مش أساس، رقم اتنين مهم قوي يا عمرو استقبال الأسرة، وده بان كمان في التويتات في البوستات اللي احنا بنشوفها. يعني يا ريت تبدأ مثلا سيف نشوفها مثلا. سيف الزملاء يجهزوا لنا مثلا سيف. تمام. سيد بيقول ذكريات نتيجة الثانوية العامة دي من أكتر الحاجات اللي بتفضل مأثرة فيها لفترة طويلة، عدى 6 سنين عليها ولسه فاكر الـ اليوم ده. لا، في سيف طه بقى. سيف طه ده بقى بيقول ومن يوم نتيجة الثانوية العامة أنا بشتغل وشايل مصاريفي بالكامل، ولسه لحد النهاردة أمي بتعيرني بأي حد بيجيب مجموع أو بيدخل هندسة. بجد الموضوع بقى بايخ، ولا يطاق ولا في اي تقدير لمجهود الراجل. محبط لغايه دلوقتي، والدته بتقول ما جبتش هندسه. يعني فكره الذكرى الثانويه العامه عمرو او استقبال يوم الثانويه العامه ده، مهما كان بصرف النظر عن المجموع بقى كان يعني قليل شويه كان كبير شويه، بتظل عالقه في الذهن مهما الطالب سعى وغير حياته. زي سيف طه بيقول لك انا بدات اشتغل وبجيب مصاريف، يعني معتمد على نفسه. مظبوط. ومؤكد اشتغل شغلانه نجح فيها، لانه بالضروره مدام نجح فيها وقدر يعني يقف على رجله هو ادى فيها جيدا. لكن تظل فكره امي بتعيرني باي مجموع اخر. طب ما تيجي نشوف حاتم. شوف محمد حاتم برضه محمد حاتم كاتب بوست برضه لطيف قوي، واعطوك حركه التعليق. بيقول فاكر اليوم ده كانه امبارح، والحاج بيقول لي كسرتنا وقصرت رقبتنا. الكلام ده ما كسرنيش بل قواني، وبقيت اشتغل معاه في المحل وادرس واعمل تلخيصات تساعد دفعتي لغايه ما وصلت للهدف اللي حطيته قدامي من اول يوم في الكليه. اتعب واعمل اللي عليك وربنا هيرضيك. المواقف يعني يا عمرو اللي بتحصل بينا وبين اولادنا او بينا وبين اخواتنا الصغيرين، المواقف دي بتبني الشخصيه او بتساهم في بناء الشخصيه. يعني المساله بتتخطى مساله مجموع في ثانويه عامه. يعني الكلام اللي انت كسرتنا، لاحظ انت كسرتنا وقصرت رقبتنا. أيوة. يعني ضمن مساله التعليم برضو مهم يدخل في فهمنا ان احنا انت بتبني راجل او بنت للمستقبل اللي جاي. فانت مساله انت بتخرج من مساله المجموع او تقييمك للمجموع، اللي هو هناك اختيارات عمليه اخرى. انت جايب مجموع شايف ان قليل، الاسره شايفه ان قليل، هناك اختيارات او بدائل عمليه اخرى في اطار سوق العمل وفي اطار انت بتحب ايه وفي اطار انت تحب تدرس ايه. بتعمل لخبطه احيانا الاسره، وكتير بيحصل الحقيقه، بتعمل لخبطه او شرخ في جدار الشخصيه. فانت بتتحمل، بتبقى عملت من المشكله مشكلتين، مشكله المجموع القليل اللي انت شايف كاسره ان هو ولو ان ده مش صحيح ولازم يتغير وتغير عند الشباب، والجزء الثاني هو تاثير نفسي سلبي شديد السلبيه في نفسيه الولد والبنت. الرجاله دلوقتي كبار اربعينات مش ناسين لاهلهم، او فاكرين ان اهلهم فعلا يعني مش ناسين لهم ان هم غيروا مسارهم نتيجه اصرار الاهل على تخصص معين
والنهارده الراجل ده لانه خلاص بقى راجل يعني طبعا. الراجل ده اللي عنده اولاد دلوقتي بيعاني بسبب اختيار حتى أهل. الان حتى بيعاني الآن. بسبب اختيار وهو يتمنى يغير مستقبله وهو في الحقيقه لو كان غير مستقبله كان من المفترض بنسبه كبيره قوي ان هو كان يبقى افضل. مهم ان الرسائل للاسره امر هي رقم واحد التقبل، تقبل الامر اللي حصل، انت جبت مجموع خلاص سنه وانتهت، انت عملت اللي عليك وكل ده بيؤدي لدعم نفسي وبيؤدي كمان لمزيد من دعم بناء التركيبه النفسيه للابن او للبنت، لانك في النهايه انت الثانويه العامه دي هدف او هي سنه ضمن سنوات، مهم نغير فكرتنا انها السنه الوحيده. الثانويه العامه بدايه مش نهايه، مهم نغير فكرتنا انها انت بتنتهي، يعني المرحلة الدراسية بتنتهي، الفكرة السائدة الآن عند أجيال قديمة إن المرحلة التعليمية أو التعليم انتهى بالثانوية العامة، بالعكس أنت بتبتدي حياتك بالمرحلة الدراسة الجامعية أو بتبتدي حياتك ما بعد الجامعة. مهم الإشارة كمان الجامعة مش إجازة، الجامعة دي إجازة في التجارة، إجازة في الحقوق، إجازة في الهندسة، علشان تبتدي تتعلم هندسة بعد كده، ده الفكر اللي موجود في العالم. أنا لما بتخرج من كلية الطب انا باخد اجازه في الطب ان انا اتعلم طب او ابتدي اتعلم اني امارس مهنه الطب فيما بعد. طيب هو المعيار انا لازم ادرس الطب لانه كليه قمه وباهي بيها بنت خالتي وخالتي وعمتي وابن عمتي، ولا انا بدرس الطب لاني انا رقم واحد عندي الاستعداد لهذا، رقم اتنين انا مؤهل لهذا، رقم ثلاثة سوق العمل محتاج اطباء؟ طيب لو سوق العمل مش ما قدرتش في تخصصات سوق العمل مش محتاج طبعا طبعا بالضرورة. طب هو السؤال افرض انا ما جبت ما لم اوفق في الثانويه العامه لاسباب كتير وما جبتش مجموع الطب، هل انتهت الحياه؟ هل توقف العمل؟ طيب الاهل لما يتقبلوا هذا المجموع الغير موفق من وجهه نظرهم عليهم ان هم بيأدوا خدمه للطالب وبيأدوا خدمه للاسره، ده بتفتح الباب لما تتقبل القبول الحسن لهذا المجموع اللي هو جه انت شايف انه مش مقبل، بتفتح الباب لبدائل عمليه. يعني ايه بدائل عمليه؟ يعني نحن امام وضع الان مفترض اني انا هدرس هدخل جامعه، عندي بدائل ايه؟ عندي كليات ايه؟ تحب تدخل ايه من الكليات او تدرس ايه من الكليات الاخرى؟ تصورك عن المستقبل ايه؟ هنا بيجي الكلام عن سوق العمل. صحيح. قبل ما اطلع فاصل عندي بس تعليق لطيف قوي من عدلي. عدلي بمناسبه التظلمات يعني وفتح باب التظلمات، فعدلي بيقول بمناسبه الثانويه العامه انا فاكر ايامها جبت 61% فعملت تظلم جبت 59%. ما هو عدلي بقى ده داخل يهزر. طيب نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل تاني مع حضراتكم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة أخرى وبجدد ترحيبي بالكاتب والصحفي الأستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير. أستاذ وليد أهلا بيك مرة أهلا فيه. بيك يا عمر. عندي تعليق من جاد عايز أحرك تعلق لي عليه. بيقول إيه جاد؟ أعتقد لو أنا ما كنتش غلطان بيقول مستقبلك ملوش أي علاقة من قريب أو بعيد بشهادة الثانوية العامة أو حتى بالكلية اللي أنت هتدخلها بعد الثانوية العامة إلا في تخصصات نادرة لا تمثل حتى 1% من سوق العمل، وأي حد تجاوز سن 30 تقدر تسمع منه الزتونة، الزتونة دي بناء على تجربته الشخصية بعد سنين في سوق العمل. والله تسلم إيدك يا أستاذ. ده صحيح. الحقيقة. وفي بقى إضافة يا عمرو أحمد الهواري برضو البوست بتاعه مهم وفي نفس الإطار. أحمد العمراوي. أحمد العمراوي. العمراوي. سعادة مش بالشهادة. مش بالشهادة. مظبوط. نصيحتي لخريج الثانوية العامة ادرس سوق العمل في مصر والعالم بعد 10 سنين. صح. شوف الشاب ده بيفكر ازاي، بيقولك بعد 10 سنين قبل اختيار الكلية ولا تنبهر كثيرا بالمسميات، الشهادة ليس لها قيمة ان لم تستطع ان تطعم نفسك وتستقل ماديا. طبعا في مسألة تطعم نفسك دي احنا الغرض من العمل مش ان انا اطلع اطعم نفسي بس، يعني احنا في مجتمع حديث هو طبعا يقصد انك تأدي ايه او تنجح في ايه. وفي دكروري برضو يا عمر ربنا مع كل واحد في الثانويه العامه بيخش الكليه اللي نفسه فيها، بس والله العظيم الثانويه العامه مش هي نهايه الحياه.
واللي ما يتوفقش فيها ما يزعلش ويفتكر ان كده مستقبله ضاع. ربنا يبقى شايل لك، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. هتاخده من خرافة شيء اسمه كلية القمة. طيب نشوف محمد عبد الهادي، هو بص طويل شوية ومحمد عبد الهادي كاتبه، بس كل احنا بنقل لحضراتكم خبرات ناس كتير عشان الاهالي اللي بيشوفونا والشباب اللي بيشوفونا. طبعا. محمد عبد الهادي مثلا بيقول: فاكر يوم نتيجه الثانويه العامه من 18 سنه والصدمه اللي حصلت لي وحصلت لكل اللي حواليا، بس ساعتها احمد اخويا ربنا يبارك فيه جاب لي واحد صاحبه كان ساعتها معيد في كليه زراعه جامعه العريش، وقعد يتكلم معايا ويقنعني ان ادخل الكليه واثبت نفسي فيها واتعب 4 سنين كمان عشان اكون حاجه تفرحني وتفرحهم وتبقى تعويضهم على الثانويه العامه واللي حصل فيها. ساعتها زمايلي كلهم قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي زراعه ايه اللي بس اللي هتدخلها، توكلت على الله وكتبتها رغبه اولى. وفاكر مدرس الفيزياء بتاعي كان بيقول للدفعات اللي بعدي ان في ولد كويس داخل كليه زراعه وهيبقى حاجه فيها، وقد كان الحمد لله. النهارده انا مدرس وعضو هيئه تدريس في الكليه واحسن من ناس كتير دخلت كليات قمه وما عرفتش تعمل فيها اي حاجه وحولت منها بعد كام سنه دكتور. بنقول بقى دكتور محمد عبد الهادي. ممتاز ممتاز يعني. جدا يعني محمد عبد الهادي من النماذج. بص شوف الاتجاه رايح فين يا عمرو، ده اتجاه مختلف تماما عما كنا بنشهده في فترات جوهرها. مهم جدا الاشاره ليه ان الاعلام ساهم يا عمرو بنسبه كبيره الفتره اللي فاتت السنوات اللي فاتت في تغيير النظره. انت بتبني شايف الدنيا بدات تتغير يا اسود، الدنيا بدات تتغير والشباب بدا يتغير، الشباب بدا يفكر افكار. يعني محمد عبد الهادي ده شاب جاد، شاب كل اللي احنا العمراوي ده شاب، كلهم معظم اللي احنا بينقلوا خبراتهم بينقلوا خبراتهم وبينقلوا وجهات نظرهم. يعني الاعلام ساهم بنسبه كبيره. لسه هناكد برضو على الاسره، تبقى الاسره عبر يبقى السلوك الشخصي للبني ادم، دي ازمتنا الاساسيه. طبعا محمد عبد الهادي بيتكلم عن الصدمه، خدت بالك؟ قال لك صدمتي في المجموع، هو مش صدمته هو، ده صدمة الأهل أو صدمة الأسرة اللي هي ليها سطوة رهيبة على تغيير الفكرة أو تغذية الفكرة بأن الثانوية هي نهاية العالم. الشيء الثاني بيتكلم عن الكلية اللي ينفع بيها نفسه أو الكلية اللي هو دخل كلية الزراعة. احنا لسه كنا بنتكلم عن كلية الزراعة، من أصبح عضو هيئة التدريس، لكن تعال نتكلم على الزراعة وسوق العمل. أنت محتاج بالمناسبة المدارس التطبيقية، المدارس التطبيقية ده المستقبل للمدارس التطبيقية. شوف مصر عندها كام مدرسة تطبيقية، كهرباء، طاقة نووية، المدارس حتى في الزراعة، مياه الشرب على إقبال على إقبال فظيع، وكمان المخرجين بتوعها بيتخطفوا. يعني إذن إحنا عندنا عالم آخر غير مسألة أنت حاصر نفسك في الثانوية العامة ومجموع الثانوية العامة في رقبة إزازة وعايز ابنك يدخل الطب وعايز بنتك تدخل الطب وعايز يدخل هندسه، وفي بقى الفكره اللي يقول لك ايه ما لحقش الطب طب ما يدخل علوم. الفكره اصبحت بعيده تماما عن الواقع. انت بتتكلم او الجيل اللي بيتكلم عن هذه الافكار بيتكلم عن افكار خرافيه تماما تسحبك بعيد عن الواقع. شوف الشباب ده اللي بيتكلم عن ايه. عندك الاولى معلش قبل ده، الاولى على الثانويه العامه كانت معانا من يوم اعلان النتيجه، زينب الاولى على الثانويه العامه ادبي. بتقول لي على الهوا انا اما هدخل اقتصاد علوم سياسيه او حقوق، انا عايز ادخل حقوق. اقتصاد علوم سياسيه وحقوق مع احترامي طبعا للكليتين، ولكن في فرق مجموع كبير قوي. المجموع شوف انت بنفرقها بالمجموع. انا اذكر في الثانويه العامه عمرو كان ليا صديق حتى الان صديقي جدا، هو دكتور الان في القضاء، جاب مجموع 82% في سنتي، كان مجموع كبير، مجموع كبير في ادبي، واصر ان هو يدخل كليه الثانويه القديمه. زمان الثانويه القديمه 80% ده حاجه رهيب، حاجه رهيب، يختار براحته يعني. ودخل كليه الحقوق ودرس الحقوق ماجستير، اتنين ماجستير علوم سياسيه، كان قدامه كل الكليات، كل كليات القمة. لكن النهارده هو احد الشخصيات البارزه في القضاء لانه اراد هذا، يعني هو حب يدرس. عنده زي زينب ما بتقول اتنين ماجستير، نفس فكره ثانويه عامه ادبي، نفس فكره زينب. عارف تلاقي فكره اقتصاد علوم سياسيه اما تاثرها هي بان دي كليه قمه وانا ازاي اسيب الفرصه بابا دي بابا وماما، او بابا وماما بابا، ما هو حاجه من اتنين، ماما بابا وماما سايبين فيها ترسبات، اسيب الفكره دي ازاي او اسيبها ازاي، بتلاقيها مستخسره يا عيني. يعني قالت لك مجموع كبير قوي، فكره ان انا كمان يا عمرو ودي بدات تتغير، فكره ان انا بحدد الكليه حسب مجموعي، يعني كل مجموع ده يجيب كليات ايه. هو المفروض المعادله العكس، انا عايز ادخل كليات ايه، هل مجموعي يجيبها ولا لا. يعني الفكره مختلفه، المجموع.
وبتلاقي حاجه غريبه او معاكس، بتلاقي حاجه غريبه، هتلاقي حد خريج كليه قمه وحد غير خريج كليه قمه، في فرق، وده مش في كليه القمه وده مش في غير كليه قمه، تلاقيهم فجاه اتقابلوا في الشغل، اتقابلوا في الشغل، في مكان واحد في الشغل، اتقابلوا في الشغل. بس هو الفكره اللي كنا بنشوفها زمان كمان، ان انا ما كنتش احب ادرس هندسه، بس والدي لانه هو مهندس ضغط عليا ان انا ادخل كليه هندسه. وبتلاقي كمان النموذج ده في حياته مش سعيد يا عمرو، يعني ما بيبقاش سعيد، رغم ان هو قد يكون اشتغل شغلانه نجح فيها لانه هو مضطر، نجح فيها لانه ما عندوش سبيل للتغيير بعد الدراسه طبعا، وخصوصا الهندسه او الكليات اللي من النوع ده ما بتديكش مساحات كبيره للشغل بره، لكن هو بيبقى حياته مش سعيده، وبيبقى يبدو بالنسبه لنفسه ان هو ما حققش طموحه، زي النموذج اللي بتحكي لي عليه، والدها عايز يدخلها كليه وعايز تدرس الفنون الجميل. احنا لو اتحنا الفرصه لهذه الطالبه انها تدرس الفنون الجميله، هي هتدي وهتدي باريحيه شديده وهتدي باضافات يا عمرو. مهم ان احنا نسيب لاولادنا الفرصه ان هم يختاروا. رقم واحد، ما نحددش المستقبل على اساس المجموع، لان المجموع مش نهايه العالم. رقم اتنين، مهم الاشاره الى ان ثانويه عامه هي بدايه المستقبل مش نهايته. ومهم الاشاره كمان ان المجموع اللي انت شايفه مش كبير، هناك بدائل اخرى متاحه كي تعطي فيها، تتعلم حرفه، تتعلم شيء انت ربما ما كنتش منتبه ليه. يعني في النهايه كله مرتبط بسوق العمل، سوق العمل هيجي من قدراتك، من امكانياتك، من نميت نفسك ازاي، من اضفت لنفسك ايه مهارات. سوق العمل منظومه مختلفه تماما عن تفكيرنا او تفكير الاجيال الجديده. الشباب بداوا يتغيروا، لكن الاجيال القديمه الحقيقه لسه يعني عندنا مشكله شويه في الحته دي حتى الان، بس هتتغير. والشغل عامل زي الجواز كده، اسمه نصيب. لا الجواز مفيش زيه. تبقى ماشي في سكه انا ماسك، بتلاقي حاجه ثانيه. طيب انا بشكرك، شكرا جزيلا، فرصه سعيده يا عمرو جدا، فرصه سعيده، شكرا جزيلا، شرفتني. شكرا يا عمرو، شكرا موصول لحضراتكم، تصبحوا على خير، الى اللقاء. We'll be right back.